تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 14 يونيو 2020، يشرفنا ويسعدنا جدا نتكلم عن موضوع مهم جدا بهم الناس كلها، ومعظم الباحثين والأساتذة وكده عندهم شعور دائم بأنهم ما موجودين ولا مسلط عليهم الضوء ومحتاجين الكثير منهم. موضوع الإعلام. الجلسة بتاعتنا الليلة جلسة حوارية، العنوان بتاع دور التعليم، دور الإعلام في التعليم والبحث العلمي. يشارك فيها يعني نخبة من الأساتذة والباحثين الممتازين جدا جدا، فخورين بهم. دكتور عباس مصطفى صادق الباحث ومخطط الإعلامي من أبو ظبي، الأستاذ أحمد يوسف حمد الخبير الإعلامي خرطوم ومؤسس لعدد من الشركات في الإعلام، دكتور حسن مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة الفلاح في دبي، المهندس أشرف هاشم خليفة مؤسس مبادرة دعم وتأهيل إذاعة وتلفزيون السودان خرطوم، والأستاذ لقمان همام مقدم ومنتج بقناة الجزيرة ومدرب بمعهد الجزيرة للإعلام. هنبدأ، عندنا محاور كثيرة هنغطيها. الحضور الموجودين داخل الجلسة هنا ده ممكن يتفاعلوا بعد ما إن شاء الله يعني ننتهي، الضيوف يقدموا كل المحاور بتاعتهم، نفتح الباب للنقاش. الجلسة مخصوصة عبر مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك، ويعني سعيدين جدا بأنه ده المحور الأول من محاورنا اللي هو وظائف وسائل الإعلام في التعليم، خصوصا في وقت الأزمات. يعني الناس كلها صابينها بسبب جائحة كورونا، فالمحور بتاع وظائف وسائل الإعلام في التعليم خصوصا في وقت الأزمات يغطيه لنا الدكتور عباس مصطفى صادق، مشكورا فيتفضل. بسم الله، نبدأ. وأنا سعيد جدا في اللقاء مرة أخرى عبر هذه المنصة اللي هي أصبحت منصة كبيرة جدا ومعروفة، وأبدأ من انتهى له الزميل الدكتور أنور الحديث عن وظائف الاتصال. وإن كنت أنا كنت عاوز أبدأ بطريقة مختلفة، ولكن أثارني حديثه عن وظائف الاتصال، ودي هي أنا هتكلم بطريقة بتاعت دردشة، ما هتكلم في ما عامل محاور، وإنما هاخد راحتي في الكلام. يعني بتذكر وبقوله في لحظته، واضع عناوين، ما هقول محاور عشان المحاضرة دي أو الكلام اللي هقوله ما يكون يعني جاف وجامد، وإنما محاولة لإيصال الأفكار المتناثرة. هي متصلة ومتناثرة، تصل بسهولة، وتكون بعدين يعني بعضها مرجعيات لبحوث ودراسات لواقع الممارسة في السودان أو غير السودان. درسونا طبعاً في كليات الإعلام وظائف الاتصال، بعضهم أضاف لها وظيفة وظيفتين، بعضهم عملهم 3 وظائف، بعضهم عملهم 6 وظائف 5 وظائف. المهم مهما كان يعني العدد، في النهاية أول واحد من الوظائف دي اللي هي information والإعلام نفسه والإعلام والمعرفة سموه information. الوظيفة الثانية طوالي بعد information education. تخيل إنه الوظيفة الثانية مباشرة بعد بعد ما يوصل لك المعلومات وتكون عارف، من الوظيفة الثانية من وظائف الاتصال هو الإدوكيشن، التعليم. طبعا في وظائف أخرى زي مثلا interpretation، تفسير، persuasion، entertainment، الأشياء دي كلها مجموعة من الوظائف اللي هي حافظينها طلاب الإعلام وعارفينها، لكن التركيز والبدايات information education. ولو خيرت انا كنت اقول education في الاول،
لأنه من خلال أو من خلال الإدوكيشن، تعليمك أنت بيعلمك الكلام، بيعلمك الاستماع، بيعلمك الكلام، الإعلام البسيط، عملية الإعلام التواصل البسيط في البيت، هي بتعلمك أشياء كثيرة جدا. أوكي، خليها في التقسيم بتاعها information في البداية، education في كنتيجة لعملية الإعلام. والواحد يتذكر في الستينات في بداية لما كان الراديو في عزه، كان أكبر أفضل وسيلة بتاع التعليم، لأنه ما كل الناس بيقروا، ما كل الناس بيقروا جرائد، ما كل الناس بيقروا كتب. وفي السودان معروف يمكن 3 إذاعات كانت، لو مشيت شرق، لو مشيت غرب، لو مشيت شمال، لو مشيت جنوب، كانوا الناس يستمعوا ل3 إذاعات أو 4 إذاعات تقريبا يعني. كانوا يستمعوا لراديو ام درمان، اذاعه ام درمان، ببرامجها المختلفه، وكانت بتنمي فيهم خيال واسع جدا وارتباط عجيب لا يمكن وصفه اليوم يعني لمستمعي الاذاعه اليوم. كانت الاذاعه مكون اساسي في عمليه التواصل الثقافي والتعليمي والعلمي بين أجزاء السودان المختلفة، زي السكة حديد في 3 إذاعات، يعني برضو كانت بتمثل مكون أساسي في العمليتين الإعلام والتعليم. إذاعة بي بي سي في أي مكان، إذا الفور في كردفان، في شمال السودان، في غرب السودان، بالذات احنا نشأنا على الاسماء الاذاعيه اللي كانت في البي بي سي في تلك الفتره. علمونا اللغه العربيه بطريقه صحيحه، كانت البي بي سي قبل ما وضعها اليوم اللي هي اصبحت ناطقه بغير العربيه بلهجه من لهجات احدى الدول العربيه الشقيقه. كانت المعلم الاساسي للغة العربية، غير إنها المعلم لشتى الموضوعات اللي بتمس الحياة. الأخبار أولاً، أنت تعرف الأخبار من هذه الإذاعة، أنت إذن أنت تعلمت ما يجري في العالم وعرفت ما يجري في العالم، كان كبار السن وصغار السن يعني ترى مثلا الشاب مثلا من قبائل الامبررو وهو يحمل الراديو بتاعه بفخر شديد جدا، والسائق اللوري في الخلاء يعني مشغل الراديو. في اذاعتين ثانيات كانوا ركن السودان من القاهره، وصوت العرب، ولكل واحده من هذه الاذاعات يعني حساباتها في الفترة ديك. الجانب التعليمي هو ما كان مقصود في حد ذاته، ولكن بطريقة ما وصلنا كل المعلومات، وصلنا كل المعارف، وتصلنا عملية تواصل مع الآخرين تختلف عن عملية التواصل التفاعل الجاري اليوم، ولكن كأنما نحس بأنه نحن نتواصل حقيقة وفعليا مع أخواننا درسناهم في كتب الجغرافيا. صديق في الجولت، ومانجو في يعني ما أتذكر كتاب سبل كسب العيش في السودان، الواحد يحاول يسترجع الأسماء فيه. كنا نتواصل في كأنما يعني نمارس نحضر حصة الجغرافيا المشهورة، سور كسب العيش في السودان، سور كسب العيش في العالم، هي نفسها كانت موجودة. إحنا كنا متواصلين مع
اشخاص لا نعرفهم عبر الراديو. صحيح هو كان وان واي، لكن كان في تفاعل، تفاعل لا يشبه عملية التفاعل الموجودة في أنظمة الاتصال وأجهزة الاتصال الموجودة اليوم. نرجع قبل الراديو في السودان، أو قبل نحن الراديو في السودان في الأربعينات طبعا ظهر. قبل ما نولد، أولد أنا شخصيا يعني في 45، برضه نرجع لموضوع التربية والتعليم والعلوم، ظهرت منظمة اليونسكو، هي منظمة منظمات الأمم المتحدة معنية أول حاجة معنية بالتربية والثقافة والعلوم، الثلاثة حاجات دي، التربية والتعليم والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعية والثقافة والاتصالات والإعلام، أو أقصد الاتصال والإعلام Communication and Information. ومرت بمحطات مختلفة هذه المنظمة، وكان فيها أبس أند داونز كثيرة جدا في تاريخها، وكانت تتراوح بين المعسكرين أخذا وعطاء، وخذ منها الكثير، وهي أعطت وساعدت دول العالم النامي في أن تطور برامج التربوية وإعلامة وتعليم. في الدرس دي نفسه في نفسها بيجينا موضوع التلفزيون والتعليم، لأنه أنا أعمل في التلفزيون منذ زمن وأشارك في عملية صناعته، الصناعة بتاع التلفزيون. ووقفت على عمليات إنتاج برامج تعليمية، وشاركت في يعني بعض العمليات المتصلة بالتلفزيون والتعليم، وزرت بعض القنوات، زرت قناة في الولايات المتحدة في جنوب الولايات المتحدة معنية بالتعليم، و يمكن قضيت في هذه القناة تقريبا 7 أيام، فعرفت بعض الجوانب الخاصة بالعملية التعليمية عبر التلفزيون، وده بيرجعني لتلك المسابقات اللي كانت يديرها تلفزيون السودان بين المدارس، ودي كانت واحدة من البرامج الممتعة جدا. وبعض الفصول الدراسية اللي كانت بتقدم في التلفزيون لمساعدة الطلاب قبل الامتحانات، وحتى يعني في قربنا الجغرافي في قنوات النيل الثقافية والنيل التعليمية في مصر، في قنوات مخصصة للجامعات تقدم محاضرات للجامعات بيدرسوا فيها أساتذة متخصصون، وينتجوها منتجين متخصصين في هذا النوع من البرامج. ولذلك هنالك ما يسمى بالتلفزيون التعليم، وده نوعين، في تلفزيون للدوائر المغلقة، يعني الجامعة يكون داخل الجامعة في تلفزيون بيوصل الدروس الجاهزة أو المباشرة، وفي تلفزيون المفتوح اللي هو بيشاهده الناس في كل العالم أو في كل المنطقة أو في كل في كامل البلد، ده مخصص للتعليم، ودي بيقدم خبرات كبيرة جدا لأنه هو بصري، وبالتالي انت بتشوف وبتشاهد وبرضه بتتخيل، وبعدين بيجذب انتباه الطالب وتركيزه، خاصة إذا تم تصميم البرامج بالطريقة اللي فيها موشن جرافيك وفيديو جرافيك والأشياء دي.
ممكن ترسخ في ذهنه وممكن تصمم برامج تعليمية تقدم مباشرة وممكن تنتج أو تشترى من جهات تنتج مثل هذا النوع من البرامج زي ترانستيل زي غيرها، أو حتى اليونسكو نفسها بتساعد في تقديم هذه البرامج كمساعدة للدول. وده يخلينا نعرف ذاته أنواع وشنو يعني النوع ده من الاستخدام التلفزيون في العملية التعليمية. في واحد بيستخدم في التدريس الشامل، يعني التلفزيون بكامله هو تلفزيون تعليمي، وده نادر جدا في الدول العربية. كان موجود في مصر زي ما قلنا، وحتى ده لم يعد موجودا بسبب التقنيات اللي هي موجودة الآن. أصبح وصول التعليم بوسائل الآن متوفرة وضائقة اللي بنعيش الآن والأزمة اللي بنعيش الآن أدت لظهور وسائل أخرى. يمكن العملية التعليمية في دول الخليج، الناس اللي عايشين في دول الخليج عارفين دلوقت ما يجري من التعليم عن بعد باستخدام وسائل المشاركة، وسائل البث الإنترنت المختلفة، البث التشاركي، دي يعني منها زوم اللي هو بنتكلم من خلال دلوقت، منها مايكروسوفت تيمز، منها بلاك بورد، مجموعة كبيرة جدا. نتمنى دي إنها تستمر مفتوحة هكذا، لأن في بعض البلاد مجرد ما انتهت الجائحة ما حتخلي هذه البرامج تستمر. وأتمنى الأزمة التوقف التعليمية في السودان دلوقت، الجامعات كلها متوقفة، المدارس كلها متوقفة، يوجد بعض الحلول في صعوبات طبعا للطرفين، المدرسة إنها تقدم الدروس دي وتصمم البرامج التعليمية، ويمكن الأخ السير عارف الأشياء دي لأنه يعمل في جامعة طبقت التعليم عن بعد، وعملية الامتحانات نفسها اللي هي برضو فيها صعوبات بالنسبة للأستاذ نفسه يصمم عدد قليل جدا من الأساتذة الآن عنده القدرة لتقديم دروسه عبر الوسائل الحديثة دي، وعدد قليل جدا قادر انه يصمم الامتحانات. وكمان في البيت انت ما بتعرف هل الطالب يعني هو تحت سيطرة المادة بتجيه من مدرسة عبر الوسائل دي، ولا في عامل مساعد مؤثر قاعد جنبه بيشرح له وبيساعده. المهم في كل الأحوال هي تجربة هتتطور مع الزمن وهتكون عادية جدا، وده اللي مسناه دلوقتي في دول الخليج. فنتمنى إن في السودان يحل بعض المشاكل للطلاب حق خاص السنوات الأخيرة، في طلاب في الجامعات المختلفة فضلوا امتحان أو امتحانين وتخرجوا. دي كان ممكن تتعامل حتى لو دوائر مغلقة ويباعدوا الطلاب من بعض داخل الجامعة، أو حتى يعني اللي عنده لابتوب يشارك زميله مثلا. هنا دكتور طبعا عندنا سلسلة بتاع التعليم الإلكتروني، وفي مبادرة حاليا يقوم عليها عدد كبير جدا من الخبراء السودانيين من خارج السودان وداخل السودان مع بعض، على اساس انه الناس تساهم في قصه الترانسفورميشن نحو التعليم الالكتروني. دي بيت تخصصياته وبتاعه في سلسله بتاعت ويبينارات مستمره دكتور محمد حسن، محمد الحسن من جامعه كليه الطب جامعه الشارقه، بس يوم الاثنين ده حيكون معاه دكتور شاهيناز برضو، عاملين سلسله بتاعت يعني بيت تخصصيته بما فيها المناهج وغيره وغيره. الحكايه دي بندعو لها كل الزملاء
انهم يكونوا جزء منها. يعني شكرا لك انك غطيت جزء كبير جدا من دور الاعلام في التعليم والبحث العلمي. انه والله ما كانت في تلفزيونات قائمه خاصه بالتعليم والبحث العلمي والى اخره. حاليا ما نجحت التجربه يعني حتى اختفت تماما مثلا في مصر. في السودان ما كانت موجوده في برامج زي ما يقولوا اشراقات هنا وهناك، ولا حتى البرامج التلفزيونيه نفسها والاذاعيه والصحف وغيره بتساهم بشكل ما في الاعلام والتعليم. لكن دائما احساسنا العام احنا انه الباحث ولا المعلم ما عنده وجود في الاعلام، ما عنده الوجود المفروض انه يكون يعني موجود فيه، يعني ما موضوع في قدره. يعني لو كنت انت رياضي ولا كنت انت فنان بشكل غنائي مطرب ولا كده ولا بتاع، بتلقى نصيب وحظ اكبر كثير جدا وتغطيه في الاعلام. بينما مثلا لما جات الجائحه دي احنا ما بنقول انه والله يا اخي يا اما دير ولا دير، لكن ما بيكون عندك نصيب، ما موجود انت في الاعلام. يعني ما جو لعباس ولا انور ولا حسن ولا احمد سالوه قال لك اسمع كورونا دي نعمل فيها شو، ما حصلت يعني بتتاخر الامور. بنتمنى انه الكلام ده يتغير ان شاء الله، ونحن ان شاء الله في خلال الجلسه دي حنمشي للجزء الثاني من المحاوله الثانيه اللي هي الصعوبات اللي بتواجه الباحث العلمي بصوره عامه ولكن في الاعلام بصوره خاصه. معنا الاستاذ احمد يوسف حمد، شخص خبره طويله جدا في الاعلام، كان مدير التنفيذي قناه النيل الازرق ومؤسس شركه حصاد المعروفه اللي عملت يعني ترانسفورميشن كبير جدا في السوق بتاع المنتجات في السودان والى اخره. استاذ احمد تفضل. اهلا شيخ انور، كيف حالك؟ الله يديك الصحه والعافيه. انا سعيد بان اكون مشارك في المنصه الجميله دي يعني. الله يكرمك. واتحفنا الاخ عباس عباس بكلام جميل، ورجعنا لماجد سرحان والبي بي سي والايام الجميله والاذاعات اللي اثرت فينا ونمتنا وربتنا وقمنا عليها وتربينا عليها يعني. انت عارف يا انور احنا يعني ما كنا بننوم الا جنب الراديو. كان طبعا زمان لا في وسائل الاتصال الكبيره دي ولا حاجه، لا كان هو تشيل الراديو وتقعد تحت الحيطه بتنوم في الحوش القمره ضاربه فوق راسي فوق وتسمع في الراديو. يا اخي قمه المتعه والله العظيم، وسياحه وادب وثقافه وعلم وشعر فربنا غايته اكرمنا بحاجات جميله يعني. انا حاتكلم عن البحث العلمي او الصعوبات اللي بتواجه البحث العلمي في السودان في مجال الاعلام بالتحديد. والحقيقه العالم كله تطور يعني، وبقى البحث العلمي يعني التقدم هو يعتمد على البحث العلمي، وكل الاشياء تحولت الى علم. اي خطوه في حياتك اي مشروع من غير علم بيبقى ما عنده قيمه ولا وحيتعسر وما حيمشي لقدام. وتقاس الدول بتقدمها وخلافه بمدى صرفها على البحث العلمي واعتماد على العلم في كل تحركاته وكذا. يعني لو اخذنا مثلا نموذج صغير جنبك دبي. دبي كانت هو يعني اماره صحراويه قاحله ما في حاجه. بالعلم تحولت الى مدينه تايكون، بقت خلاص يعني هي تايكون في الخريطه العالميه. اي زول بيتكلم عن دبي الليله لانها قدرت تستجذب الاستثمار، قدرت انها تعمل مشاريع قويه جدا جدا، بلد سياحيه، بلد تصور رهيبه. وده كله عملوه بشكل علمي جدا جدا واخر جوده وتقنيه عاليه جدا. وافتكر برضو لو اخذنا في مجال ذات الاعلام قطر. قطر اماره برضه او دوله صغيره جدا، عدد سكانها محدود جدا جدا، استطاعت انها ان تتحول الى احدى المحاور السياسيه في المنطقه. وده كله بيشوف استثمارها في الاعلام. عملت قناه اعلاميه الجزيره، يكاد يكون ما في فندق في العالم ما فيه قناة الجزيرة. فبالتالي أصبحت هي بتوظيف البحث العلمي، وما عملت قناة عشوائية، بالعكس قناة كاملة الدسم. كل البحث العلمي فيها مراكز متطورة، فيها أحسن إعلاميين في العالم، دربوا كوادر، أهلوا ناس، وما وقفوا على القطريين يعني حتى من كل العالم. فعايز أكد أنه البحث العلمي ممكن ينقلك من منطقة إلى منطقة. نحن للأسف في السودان حنظل مش دولة من النامية،
حنظل الدولة المتخلفة لسه، ما لم فعلا يصرف وتهتم الدول على البحث العلمي. ولو جيت تقيس الدول المتقدمة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، هتلقى البحث العلمي بشكل من الدخل القومي 2-3% من الدخل القومي بيمشي على البحث العلمي. عشان كده تلقاهم مطورين ومتقدمين وعاملين طفرة كبيرة جداً. نحن للأسف ما في أي ميزانيات مرصودة للبحث العلمي. ده أنا هتكلم على الحياة اللي بتواجه البحث العلمي عامة، لكن هأخصص على البحث العلمي في مجال الإعلام. ولأنه أذكر أنا وأنا في الدارة التنفيذية بتاع قناة العين الأزرق، كثير جداً من الطلاب ومن الباحثين بيجون في القناة، وكانوا بيكونوا عايزين فرصة عشان يأخذوا معلومات، يقعدوا مع المنتجين، مع المخرجين، مع أقسام الإنتاج المتعددة في القناة، على أساس عندهم مادة علمية وخلاص. طبعاً ودي فرصة كويسة جداً جداً إنك أنت طرحت الوقت ده في وجود مبادرة بتاعت إنه نقدر نعيد تأهيل وتطوير التلفزيون وكده. فأفتكر إنه هي عبارة عن حلقة دورة بتشير بعض. يعني الليلة أنا لما أدي فرصة للبحث العلمي، يديني داتا كويسة ويديني حلول جميلة بقدر أنا أبني استراتيجية برامجية ممتازة تخاطب الجمهور. ليه؟ لأن أنا قائم على بحث علمي وبنفس المستوى. أنا لما أقدم مادة كويسة وأقدر أحرك البحث العلمي أنه يقدر يديني فيدباك كمان. فهي لو التفتت الإدارات في الإعلام أنه البحث العلمي والبحث العلمي بالنسبة لهم هو رافد، هو مش أنه جاي يشيل مادة وماشي بس، يعني بالعكس هو مهم جدا جدا في حركة البناء والتخطيط للقناة ولبرامجها وخلافه. طبعا البحث العلمي، انت لو اخذت البحث العلمي ما يعني انا افتكر انه لازم يكون في تخطيط اعلاني، تخطيط فيه البحث عنده قيمة عالية جدا جدا باستراتيجية كبيرة جدا. والاستراتيجية ما بتبقى الا يكون في ارادة وادارة سياسية هي عندها الرغبة دي، لانه بالمناسبة قد يكون الاعلام عدو السياسيين. ما في فكرهم للأسف، لكن هو بالعكس هو الواجهة، هو الدور، هو الباب اللي يفتح لهم الطريق لأنهم يخاطب الجمهور ويقدروا يحصل فيدباك هم قدموا شنو وعايزين شنو الجمهور عايز منهم شنو. واحدة من المشاكل بتواجه البحث العلمي ودي أهم مقوم هي الحرية الأكاديمية. طبعا هي لا تكون حرية أكاديمية مسؤولة، ما تكون حرية عشوائية. فالبحث الأكاديمي ما بيكون حرية طبعا، لازم في قيود في بتاع. طبعا ده ايام الانقاذ، الايام الشؤون 30 سنه الماضيه، يعني كانت هي ولا تحاول، لانه كل المجالات فريمد ولازم انت تكون في اطار محدد ولازم تقدم قضايا بتهم الانقاذ في استراتيجيات. فبالتالي انه الحريه الاكاديميه انا بفتكرها كانت شبه معدومه بالنسبه للبحث العلمي. طبعا انت لما تدي الاكاديمي حريه كامله يعني بيقدر ينطلق، بيقدر يدير حاجه مميزه جدا جدا، وبعدين بيقدر يقهرب مشكله المجتمع لانه عنده الحريه. وطبعا حريه اكاديميه من غير دعم معنوي ومادي ما حيكون عنده قيمه لانه واحد يتحرك. فانا افتكر انه ما لم تخصص المؤسسات او الشركات او الجهات الحكوميه ميزانيه تستقطع ميزانيه ثابته للبحث العلمي عشان تقدر هي تقدر تعمل بحوث وفي نفس الوقت تساعد ناس لأنه يدوها مادة كويسة. للأسف الشديد كثير جدا جدا من المؤسسات الجهات دي بتفتكر، وخاصة في المجال بتاع العلوم الاجتماعية، ناس الإعلام والسياسة وكده يفتكروا ده طرف فكرة، وبالنسبة لهم ما بياخذ مساحة ولا بيدو وقته، وبالتالي بالنسبة لهم ما بيعوزها من ساحة، مع أنها هي لو أخذتها هي دورة متكاملة. برضو بيواجه كثير جدا من الفساد الإداري. قاصد بالفساد الإداري أنك أنت في كثير جدا من الباحثين بيضطر يدفع قروض سماع رشوة عديلة عشان هو يقدر يحطوه في 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 جهات البحث أو يقدر يدو ميزانية أو يقدر يعمله حالي. أو في النهاية برضو في فساد إداري في شكل التكتلات، أنت معايا تقروبي أو مجموعة عشان يدخل يدو فرصة البحث وفي الأفضل. الأسوأ من كده كثير جدا من الباحثين في مجال الإعلام، أنا بتكلم عن الإعلام بالتحديد يا دكتور أمر، أنه كثير جدا من الباحثين بيكون عنده عنوان بحث وقدم فيه بعض المباحث، لما يجي يتقدم للمؤسسة بيقول له يجيبه وخلوا عندهم ونرجع عليك. بعد 4-5 شهور يفاجئ بأنه في باحثين أدوهم الفكرة بتاعته وما قدموه يعني.
حصل لي كم كيس زي ده يعني، يعني فبيشتكوا دي واحدة من الفساد اللي بيواجه كثير من الأحزاب اليمين، وخاصة الإعلام لأنه هو فيه فكر وفيه نوع من الكرييشن، فبتلقى الواحد اجتهد عمل حاجة في أيوه. برضه بيواجه بأنه بيصطدموا بسرية المعلومات والأرقام بدعاوى أمنية. ومناسبة بعد الثورة الناس كانت تتوقع أنه يكون في انفتاح، بالعكس بتواجه صبر بالله، لأنه كثير جدا من الناس بيفتكروك من الدولة العميقة يعني. الناس بيفتكروك أنت عندك جذور عايز تعمل شنو شو، دي برضه هذه نسبة في الوقت الحالي، لكن حقه يعني يكون في أفق واسي يعني للناس المسؤولين اقدر يعني بقدر افهم يعني كان ريد ايزي يعني انا زول فعلا هو عايز المعلومات دي من البحث ولا المجلس. وبالمناسبه اقول لك والله يا اخي القصه دي امنيه، مع انه كنت ممكن تمشي المنظمات وتمشي الجهات البنك الدولي ممكن تجيب المعلومات. نعم هي في اوبسيشن بقصه الامن مشكله ايوه حوز. حاجه كده غريبه، فبيواجهوا كتير من العراقيل في الحته دي. برضو في صعوبات ميدانيه، أنا أتذكر كان بيوني مجموعة من الشباب بنات من الأحفاد كان عندهم بحث كده في جفن النيل الأزرق، وقمت عملت لهم تصديق أسبوع لدخول القناة وقدروا يعملوا بحثهم مع المعنيين وكده، فكل أسبوع كنت جدد لهم الانتريجيت يعني الدخول بتاع البواب، فوجيت عنه الشباب يتضايقوا منهم ويفتكروا أنهم يضيعوا لهم وقتهم، ولما جو في الباب ما جدد لهم ومشوا، وانا ما حقيقه ما سالت احنا راجعت ما تشكر الله ما جينا وما نعطينا الدخول يعني. فتخيل دي واحده من المستويات المدنيه يعني، حتى في الجيت كيبرز هم ممكن يكونوا يطردوا من الباب ما يخشوا يعني، يقدر ياخذ المعلومه. الكلام ده على مستوى يعني هم لو في الصحافه او في الاذاعه او في التلفزيون يعني. وكل وسائل الاعلام عندهم مشكله بتواجههم في انهم بتلاقوهم على كيف انهم يقدروا يوصلوا المعلومات ويقدروا يكملوا بحوثهم يعني. طبعا زي وزي باقي كل البحوث العلميه في نقص كبير جدا جدا في المصادر العلميه وفي الكتب وفي المراجع وحتى في الاوعيه الالكترونيه، ففي في 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 يعني جدب صحراء عديده يعني جفاف معه، فدي برضها حق الدوله او الجهات المعنيه انها توفر للباحثين العلميين المصادر والمراجع وخلافه. برضو أنا لاحظت في كثير جدا في عدم جدية في البحوث، والفكرة فيها مش لأنه هم غير جادين، لأنه لإسهار السلامة أنت عارفه، عشان تمشي تعمل البحث العلمي بشكله بدايات قوية جدا جدا قد تعري جهات معينة هو شغال فيها ذاته أو هو عنده فيها مصلحة، فبيخاف خوفه من المتعب تلقى البحث العلمي وقف في حتات ما مشى أكثر من كده. فرأيك شنو لو تبنيته سن فكرة سن قوانين لحماية الباحثين زي الأطباء يعني زي كل أي باحث يعني تدعم القوانين، فالباحث الباحث كشركة باحث لازم تسن قوانين أنه تديه الحماية يعني. أنا ممكن أعمل ما هو زي أنت لما كإعلامي تخفي مصدرك الإعلامي صح؟ نعم أنت عندك الحق أنك تخفي المصدر حقك وتنزل المعلومة كاملة، فالباحث برضه إحنا عايزين نعمل له قانون يحميه من أنه هو كباحث قدم بحثه ما يعاقب ولا يحصل له اي نوع من والله ده مقترح التعدي. ممتاز استاذ احمد مقترح ممتاز. طبعا في قانون في قانون بتاع حق الحصول على المعلومه، ده حاجه ممكن نعرج عليها بعدين، معلش ما اقطع عليك كلام. كويس برضو لاحظت ان كثير جدا من البحوث اللي تقدم بيكون هدفها مرات كثير جدا جدا انها يعني تنتهي بانتهاء البحث وتقعد في الرفع، وعايز بها ترقيه داير بها درجة علمية معينة ولا خلاف، لكن ما هي بحث قوي يقدر يدي الناس فرصة لأنها تستفيد منه وتبوش عن الحركة الإعلامية أو المدى الإعلامي. ما ممكن نتكلم أنا عن العقوبات وأنسى المرأة. المرأة يا إخواننا هي أكثر عضو أكثر جهة مهضوم حقها في البحث العلمي. اول ما جات المرأة اول شيء تلقى الفرص ما بيدعوها حتى للبحوث والمؤتمرات يعني نادر جدا تلقى 90% من الحضور ميلز و10% 8% 5% فيميلز. البانل بتاعتنا دي ذاتها بالمناسبه اس دي بيطعنوا فيها انه كلها رجال يعني برضو جد والله يعني دي انا فيمينيست جدا في الحته دي يعني انا واقف معهم بشده انهم
لانهم جادين بتجاربي. انا قارنت بين وبين لقيت اكثر ناس عندهم اصرار وعندهم الحاح وعندهم رغبه في التعلم وفي البحث وعندهم يعني هو كالمراه بطبعها هي طبور صبوره مش كده، فعندها المقدرة انها كده توصل لحاجات كويسه يعني. فدي حق الناس يعني تفكر في انها تساوي الفرص بين المراه والرجل في الفرص بتاعت البحث العلمي واعطائهم مصادر كفايه للتمويليه وخلافه يعني. طبعا في المنطقه العربيه كلها مش في السودان بالتحديد يعني، بتلاقي في يعني في نتائج للعقوبات للمعوقات دي بتوصل الباحث لمرحله الاحباط. طبعا الاحباط ممكن يكون لخلل ذاتي في الباحث نفسه او جراء الصعوبات اللي بتواجهه في اثناء بحث والمعوقات اللي بتلاقيها المتعدده دي يعني. برضو مرات المعتقدات الباليه بتكون بتجيب هو يعني حكايه انك ما ممكن مثلا يجي باحث يتكلم له مع مره وراجلها قاعده في الميديا يعني. قد تكون عندك موضوع عن المراه او موضوع عن الطفل بتكون عم لك موضوع، فتلقى مرات هو في المعتقدات الباليه بتجيب كحد او كحاجز بينك وبين توصل لمعلومتك. طبعا نحن في مجالنا بتاع الاعلام انت قد تكون في كل البحوث العلميه بالذات في علوم الطبيعه وخلافه ممكن تعمل قياس لبحثك ماشي وين وتبدا توفر هنا. ده من الصعوبه جدا تقدر تحدد قياس الراي في 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 لانه البحث العلمي مربوط بمتغيرات في الاعلام مربوط بمتغيرات صح يعني. هو ما ممكن تتغير الخرطه البرامجيه بتاعتك المحطه اللي تشتغل فيها كلها انت فاهمني. فهو من الصعب جدا ما زي ما في حاجات ثابته زي باقي العلوم الثانيه. فدي برضه واحده من الحاجات اللي وصلت فيها. برضه بلاحظ في غياب بتاع اللغه بتاع تفاهم مشترك بين الباحثين ومؤسسات المجتمع. المؤسسات ما قادره تفهم او تستوعب قدر شنو اهميه البحث ده او الباحث يقدر يوصل معلومته بشكل كويس يعني. وطبعا ده برضو من الحياه اللي بتخلي المؤسسات انه بطء الباحثين، والباحثين ما البطء مش جاي نابع من انه هم لانه بطيئين لانه بيواجهوا بمعوقات وعوائق متعدده. فبتلقى البحث عشان كده هم واحد في اثنين يعني ما خش في جذور المشكله وعمل المحلله وعمل البحث سريع جدا وقدم، او يتاخر عشان يغوص في جذور المشاكل ويقدر يصل لبحث يكمل لنهايته. وبالتالي بيقوم المؤسسات او الجهات بتعتمد عليه يعني تفتكر انه اكثر ناس شغالين ناس علوم الاجتماع. وبالتالي يا اخوانا كده خلونا احنا نسعى علوم الطبيعه نديهم فرصه اكبر يعني. برضو انا زي ما تكلمت على المره هذه بتكلم على الشباب يا اخوان. الشباب مهم جدا جدا انه استغلال طاقاتهم العاليه جدا في حركاتهم في معلومات مناسبه. أصلاً لما البتاع ده فصل مننا ده عمر عشان يجبت عليه الجهاز يعني. هم مور أدفانس يعني أكثر من أكثر استيعاباً للتكنولوجيا والتقنية الحديثة. هم ولا وير يعني وعندهم نوع هاو عالي جداً نحن مهملين وشغالين مفتكر لأنه نحن خلاص يعني واصلين لحد لا نحن بعيدين جداً. فأيتو في برضو صعوبات منهجية يعني. الإعلام لا سماء بل ور نظرية خاصة تشابه علوم يعني لأنهم متشابك زي ما تكبر علوم متعددة يعني. فلاسة نحن ما وصلنا إلى نظرية محددة عن يعني كيف أنا أقدر أعمل باس تيبس أو مانيول زي ما بسوق الطيارة 1 2 3 4 خياسة بدي نعمل مانيول للباحث الإعلامي أنه يقدر يقدم منهج يعني بشكل كبير. برضو أنا عشان أشوف قياس الرأي العام بتاع البحث العلمي هي طبعا اثاره طويله المدى ما قصيره المدى عشان تقدر تقيس بها سريع فما فوري. ولو قيست تاثير الاعلام البحث فوري بيديك بيانات خاطئه مضلله يعني. فعشان برضه فدائره برضها الناس تصبر عشان تشوف يعني الدوره 3 شهور لا في الاعلام خلال 9 شهور 6 شهور اقلش عشان يديك فعلا الفيدباك القوي اللي تقدر تبني عليه والاستبل بعده تستفيد من البحث العلمي اللي انت عملته وكذا. برضو عايز اقول انه الباحثين عندهم مشكله مع
هل الإعلام أو قبيلة الإعلام، لأنه مثلا الصحافة بالذات تفتكر أنه الباحثين العلميين ديت شغلتهم بس يقعدوا ينتقدوا، وبيقول لك والله يا أخي يا أخي بس شغالين فينا نقدر. طيب يا أخي ما أيوه هم عايزين يعني برضو دي حتة مهمة يا أخوان، أنت أنتقد ما في مشكلة، لكن لازم أنت بتنتقد تديهم الحل، يعني خدت يعني أيوه يعني كريتسايز ما في مشكلة شخصي صفاء. يعني مثلا نتكلم على التلفزيون، التلفزيون عارف الصورة بطالة، الديكور ما جميل، البرامج. طيب يا أخي ما طوالي أنا خطيت النقد ده، خدت الحلول حقتي شكلها شنو يعني. بالمناسبة دايرين نصل خلاصة الكلام ده، انه عايزين انا ربطته بالمبادره بتاعت تصوير التلفزيون وكده. ايوه نعم اخونا اشرف افترض انه يجي داخل، ما عارفين انه داخل ليه. هو كويس يكون احتمال يكون عنده مشكله يكون عنده مشكله تقنيه ولا حاجه، لكن عموما انا غير اقول انه والله التلفزيون اصلا محتاج جدا جدا الى حسين علمين عشان يقدروا يعملوا الطفره اللي بيتكلم عنها دي. هو احنا اتذكر كان لما نيجي نحط الخط البرامجيه بتاعت القناه امر بنخطها من عين لها افقي وراسي. بمعنى مثلا بمعنى انه الليله يوم السبت من البرنامج بيبدا من الساعه 8 صباحا للساعه 8 صباحا، ده الخط الافقي 8 و9 و10 و11. بنعاين بعد كده الاسبوع السبت لحد 2 3 4 بنعاين يوم السبت حصل شنو يوم الاحد حصل شنو الاثنين الثلاثه. فالبرامج قدام بيكون عندنا قدام الاسبوع قدام عيننا، بنشوف البرامج خلال اليوم وخلال الاسبوع، وبنحاول في الخطة البرامجية أنه ما يحصل تضارب. يعني مثلاً ممكن تأخذ برنامج ثقافي وراء برنامج ثقافي، فلازم برنامج ثقافي تكون بعديه بتعمل أنت بعديه مثلاً برنامج صحي، تعمل بعديه برنامج ديني، وحتى المواعيد ذاتها بتاعت البيت والأسرة والمتلقي أنسب مواعيد له عشان ده كله معتمد على بحوث يعني. بيتبقى كله على بحوث وعلى فيدباك. نحن واحدة من المشاكل اللي كان بتواجهنا انه ما عندنا دراسه قياس الراي العام. يعني احنا بنعمل الخطه البرامجيه وتنتهي تستمر اربع شهور وتخلص ونبدا الخطه البرامجيه اللي بعدها، بنكون بنينا على والله يا اخي في الان قال والله البرنامج ده مشاهد بتاع ده والله ضربه كم تليفون، لكن ما عندنا قياس راي او فعلا احنا ما بننزل ناس في الفيلد نقدر نقول والله البرنامج ده شاهدوه كذا من الناس او المواعيد المناسبه. يعني مثلا كانت واحده من اللي هي كلها يعني بتشوف في اطار اللاك اوف فاندنج للريسيرش عشان الناس تتصل للغايه المنشوده. طيب انا يعني شكرا لك، انت صراحه فتحت طبعا زي يقولوا في الجردات زي 50 بلف كده، المراه والشباب والحريه الاكاديميه. انا بس دار اشير يعني انا كنت رئيس القسم بتاع تقنيه المعلومات في جاردن سيتي الوقت ذاك الكليه، كان العميد بتاعنا بروفيسور محمد الامين التوم الله يدي العافيه اللي هو حاليا وزير التعليم الوزير، كان الدكتور فيصل محمد صالح اللي هو حاليا وزير الاعلام جاء طيب بريس مع جاردن سيتي عملوا ورشه عن الحريه الاكاديميه، يعني احنا شاركنا فيها يعني الكلام سنه 2012. فاعتقد انه لما يكون وزير الاعلام وزير التعليم عندهم انشطه فيما يخص الحريه الاكاديميه وهم سوار وكده، افتكر انه الكلام ده يفترض انه ينتج عنه حاجه في صالح الحريه الاكاديميه وفي صالح البحث وفي صالح التعليم وفي صالح الاعلام يعني كلهم ككل. فبكده أنا حقوم انتقل للمحور اللي بعده مع الدكتور الحبيب العالم دكتور حسن مصطفى اللي هو عميد كلية الإعلام بكلية الفلاح في دبي، اللي هي ذكر الأستاذ أحمد يوسف قبل شوية كواحدة من أمثلة النجاح الإعلامي التايتنز والإمبايرز ذات الميديا في المنطقة، وإنها كيف الإعلام يعني ساعد في الاستثمار وفي البراندينج بتاع البلد ككل والى اخره. فدكتور حسن حيغطي المحور بتاع تصنيف محتوى وسائل الاعلام الاجتماعي انتشار الشائعات والمغلوطه، لان احنا بنتكلم عن اعلام تقليدي واعلام جديد مش كده؟ دكتور حسن تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بدايه يعني اسعد الله اوقاتكم بكل الخير دائما، وانا شاكر جدا للقائمين على امر هذه المنصه هذا الجهد العلمي، وأعتقد أنه تسير في الاتجاه الصحيح في توظيف مثل هذه المنصات لفائدة العلم البحث العلمي بصفة عامة، لكن صعبت علي المهمة بعد العملاقين يعني أستاذ أحمد ودكتور عباس، ولأنه فتحوا حقيقة بعض الأمور الخاصة يعني ذات شجون، لأنه بحكم أنه عندي الخبرة خلينا نسميها
القليلة وليست الطويلة خالص، يعني قرابة 20 سنة في الإذاعة والتلفزيون في السودان قبل التحول للمجال الأكاديمي البحث. فهم يعني فعلا لمسوا أمور كثيرة جدا، ويمكن ذكروني زمان كان في برنامج أسرار البحار، يعني كان من البرامج اللطيفة جدا اللي كنا نتابعها. هو برنامج علمي ولكن كان يقدم بطريقة لطيفة وظريفة، والكل كان بيحاول إنه يستفيد من المعلومات اللي فيه. أيضا أشاروا لبعض الأشياء اللي أنا يعني حبيت إنه أدوينها وعرج عليها فيما يخص النواحي في العلاقة ما بين البحث العلمي والإعلامي بصفة عامة. زي ما قال أستاذ أحمد، كأنما في عدم ارتياح بين الطرفين، أو علاقة بتاعت خصومة خلينا نسميها ناتجة من مسألة الانتقاد. لكن الحقيقة الأساسية أنه الباحثين العلميين بالذات هم يعني أفتكر أداة ونواة ترفض المحتوى الإعلامي في شتى المجالات. ويمكن عندي سابق تجربة مع بعض البرامج العلمية، كان في برنامج اسمه الإذاعة نت استمر يمكن تقريبا حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات، برغم أنه هو كان عن طريق الإذاعة لكن كان عبارة عن شوتس صغيرة على أساس أنها تكون فيها نوع من الإشكال في المؤسسات الإعلامية قبل العلمية بصفة عامة. يمكن يعني لو ما كنت أنت صاحب القلم قد لا تستطيع أنك تنفذ كثير جدا من المبادرات أو الأفكار اللي ممكن تخلق نوع من المحتوى الإعلامي الجاذب، طبعا مع العلاقة الجيدة في إطار البحث العلمي. وفي أمثلة كثيرة جدا أنا مش حابب أنه أذكرها، لكن حضر مثال بسيط اللي هو كان في برنامج اسمه دراسات في القرآن الكريم، اللي هو طبعا البروفيسور عبد الله الطيب الله يرحمه ويغفر له، وكان من البرامج الجميلة جدا والمستمرة في الإذاعة السودانية ومحببة جدا وعندها نسبة استماع عالية. لما بدينا موضوع الموقع الإلكتروني للإذاعة السودانية كان واحدة من الإشكالات اللي واجهتنا، وإحنا بنعمل في إطار الترانسفورميشن لديجيتايزيشن بروسيس، الكلام ده في من بدايات الألفية السابقة، كان في إشكالية في الناحية المعلوماتية. دي النقطة الرئيسية اللي عايز أركز عليها، مسألة البحث العلمي، لأنه الناس ما كانت أوير بالتقنية الرقمية آنذاك. ولما تكلمنا عن إنه تنقل على أساس إنها تكون هذا المحتوى أونلاين، فوجئنا إنه المعلومات اللي موجودة على كفر الأشرطة، اللي هي طبعاً كانت الأشرطة الريل السين، الناس اللي عندهم علاقة مع الإذاعة بيعرفوا هذا الكلام، فكانت المعلومات مقتضبة جدا. يعني مثلا برنامج دراسات في القرآن الحلقة رقم مثلا 100 تقديم كذا إعداد كذا سورة كذا، بس طيب أي جزء؟ لا مش موجودة. من الآية كم إلى الآية كم؟ لا مش موجودة. فطبعا أنا لما أحول المادة زي دي وأرفعها أونلاين عشان الناس تسمعها، ما في حد حيسمع ساعة كاملة عشان يصل للآية المخصصة اللي هو عاوزها. فكان القرار بأنه يتم الاستماع لكل ملفات هذا البرنامج من أول وجديد، وتدوين المعلومات، استخلاص المعلومات اللي حتفيد الباحثين فيما بعد. لأنه قلنا بالذات في الأبحاث العلمية الخاصة بالإعلام، تحليل المحتوى دائماً بيكون هو الأفضل والأنسب بالنسبة للباحثين. فكان أنه عشان توصل لهم محتوى إعلامي وتكون مادة علمية يستند لها الباحث، كان لابد أنك تعيد التصنيف بتاعه مرة أخرى بهذه الطريقة وعلى ذلك قس. طيب إذا جينا في الجزئية الخاصة بتصنيف المحتوى، طبعا تصنيف المحتوى الموجود على السوشيال ميديا، والآن السوشيال ميديا أصبحت هي وعاء جامع لكل أنواع المواد الإعلامية بصفة عامة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو علمية زي ما نحن الآن نناقش مثل هذا الموضوع. لكن طبعاً الغالب فيها هو المحتوى الترفيهي، وأنا بتكلم معكم الآن وأنا فاتح الموقع بتاع جوجل ترينز. الناس اللي بتعرف جوجل ترينز، هو طبعاً جوجل بيجمع كل الداتا والمعلومات اللي بيتم البحث عنها أو تناولها أو تداولها في فترة زمنية معينة، وتستطيع أنك يعني تختار حسب الأقاليم أو حسب الدول أو حسب العالم ككل. فخلوني أديكم يعني الترتيب اللي موجود في خلال 12 شهر الماضية، يعني في خلال سنة في السودان، إيش اللي كانت الكلمات الأكثر بحثا أو الأكثر طلبا، يعني خلينا نسميها. طبعا كورونا رقم 1، كورونا في السودان رقم 2، لكن خلينا نشوف رقم 3.
رقم ثلاثة حاجة اسمها حب خادع. لما بحثت عنها عرفت أنها هي زي مسلسل اسمه حب خادع. ورقم أربعة طاسو، لما بحثت عرفت أنه هو فنان أو عازف أو شيء من هذا القبيل. ورقم خمسة هو كريم عبد العزيز. يعني الترندز بتاع جوجل في السودان في خلال 12 شهر، الحاجة الأكثر شيء الناس بتبحث عنه، يمكن كورونا دي مشتركة في العالم كله، لكن لو أخذنا الثلاثة الأواخر من القوم هم مواد ترفيهية. طبعاً مع احترامنا للجميع، هذا ليس انتقاد إلى أحد من الناس، ولكن أتحدث عن، دعني أقول أن البحث العلمي غائب. يعني لن تجد مادة في أو من خلال الكلمات اللي موجودة في الترند، ما حتلقى مادة أو كلمة مرتبطة بمسألة البحث العلمي. فهذه واحدة من الجزئيات اللي أعتقد أنها بتوضح أنه في يعني خلل معين. حاجة تانية هي طبعاً عندنا برضو إشكالية تانية، أنه المنتج الآن للرسالة أو للمحتوى الإعلامي في السوشيال ميديا هو أصبح يعني منافس للمؤسسات الإعلامية، سواء كانت إذاعة وتلفزيون أو صحف. فالعلاقة هنا أصبحت علاقة تنافسية أكثر من أنها تكون علاقة يعني توصيل المادة أو يعني أداء، يعني خلينا نسميه الدور التثقيفي أو التوعوي للمؤسسات الإعلامية. وده هنا نقطة مهمة جدا، يعني يا ريت دكتور أنور الناس تعمل عليها ستريس. التحرير بتاع المصطلح الخاطئ المتداول بين الناس قضية المواطن الصحفي، هذا أو المواطن الإعلامي، هذا التصنيف خاطئ تماما. يعني إذا حررنا هذا المصطلح، كلمة الإعلامي أو الصحفي طبعا الآن تطلق على كل من هب ودب، هذا الكلام ليس صحيحا. لا يعني لا ينبغي أن تترك الأمور هكذا. يعني الإعلامي معناه شخص إما هو درس الإعلام أو امتهن الإعلام وبالتالي أو مارس الإعلام كمهنة، يعني تعيش وتكسب منها باعتبار أنه حيكون أخذ دورات معينة تفصيلية، باعتبار أنه حيكون درس أخلاقيات، باعتبار أنه حيكون التزم بمواثيق الشرف الصحفية المختلفة. لكن هذا الشخص العادي الذي لم يدرس كل ذلك لا يتورع من أن ينشر محتوى على السوشيال ميديا قد لا يتناسب أبداً مع البيئة أو الثقافة أو العقائد أو غيره، وبالتالي يحدث نوع من الخلل والبلبلة وإلى آخره. ولذلك الآن عندنا جائحة كورونا، أتفق مع المصطلح الجميل الذي يقول ليست جائحة كورونا فقط ولكن جائحة المعلومات المضللة أيضاً. وهنا لا أتحدث عن الشائعات فقط، يعني هنالك فرق بين الشائعة والمعلومة المضللة. الشائعة ارتبطت بالمادة الخبرية في الغالب العام بغض النظر عن تصنيفها سواء كان سياسي أو رياضي أو غيره، لكن المعلومة المغلوطة هنا تكمن الخطورة، لأن المعلومة ترتبط بحياة الناس، ترتبط بصحة الناس، وكثير من المعلومات المغلوطة اللي رأيناها على السوشيال ميديا إذا أخذناها على مستوى العالم أو أخذناها حتى على مستوى السودان حنلقى في كوارث كبيرة جدا. يعني يمكن شفنا بعض الأشخاص اللي مثلا يدخل رأسه في شوال الشطة، يعني شفنا بعض الفيديوهات اللي انتشرت على السوشيال ميديا بهذه الطريقة، إنه والله هذا الأمر يحارب كورونا أو أنه يحمي من كورونا أو أنه يشفي من كورونا. هذا وضع خطير جدا، وحينما ينتشر ويروج له أيضا على السوشيال ميديا تكمن هنا الخطورة الأكبر. إضافة لأنه يعني على المستوى العالمي وانتشرت أيضا في السودان للأسف الشديد قضية الصيحة بتاعت يوم الجمعة اللي حتكون كانت في رمضان في منتصف رمضان، وانتشرت انتشار النار في الهجيم، وكثير من الناس صدقوا هذا الموضوع أنه حيكون في صيحة وكذا ونهاية العالم وإلى آخره، ودي يمكن مرتبطة بالجانب العقائدي والتنبؤات وإلى آخره. أيضا قضية الخبر الذي انتشر إنه بوتين يعني أطلق أسود في موسكو عشان يحمي الناس من الدخول من الخروج في الشوارع، يعني أبدا لا يمكن أن أتصور بأي حال من الأحوال كيف يمكن لشخص واعي عاقل إنه يأتي مثل هذا الخبر ويقوم بتصديقه ويقوم بنشره أيضا على وسائل التواصل المختلفة فيسهم في نشر مثل هذه المعلومات المضللة والمعلومات الخطيرة جدا. لماذا الخطورة؟ يعني حد يقول طيب ما خلاص هو خبر يعني الناس أخذته من جانب الترفيه ووزعته إلى آخره. لا، الخطورة تكمن في أن الناس لن تقوم بأداء ما ينبغي عليها
أن تقوم به، يعني مثلا من ناحية غسل اليدين بالطريقة الصحيحة أو قضية التباعد الجسدي. طبعا بين قوسين أنا أقول دائما تباعد جسدي وليس تباعد اجتماعي، يعني مزيد من التباعد الجسدي ومزيد من التواصل الاجتماعي مثل ما نعمل نحن الآن في هذا الموضوع. كذلك يعني عدم الاستوثاق من المعلومة، يعني نشر مثل الشائعات والمعلومات المضللة، لأنه هنالك دعني ما أسميه كسل في الاستوثاق من صحة المعلومة، برغم أنه طرق الاستوثاق من المعلومة الآن موجودة. حتى لو مسكنا جوجل اللي هو أكثر استخداما بالنسبة للناس، الصورة التي يمكن أن ترسل لك عبر الواتساب أو ترسل لك على حسابك في الفيسبوك تستطيع أن تتحقق من صحتها بواسطة جوجل إيميج، يعني هذه الخاصية موجودة إنك تتحقق الصورة دي صحيحة ولا غير صحيحة، مفبركة أو تم تداولها من قبل في موضوع آخر. وكثير جدا خاصة لما يكون هنالك أحداث جسام أو أحداث كبيرة يكون هنالك مثل هذه الأمور. إذن حينما نتناول هذه القضية، قضية المحتوى المضلل على السوشيال ميديا، يمكن لأن ليس هنالك قوانين دعنا نسميها تجرم مثل التناول بصورة دقيقة. يعني نعم تجد كثير من الدول أو بعض الدول عندها على استحياء محاولات لجرائم المعلوماتية أو الجرائم الإلكترونية حتى في السودان، لكن اقتصرت على جوانب معينة وليس على مثل هذه الجوانب. يعني كنا قدمنا بحث في دولة مقدونيا على المسؤولية الجنائية فيما يخص الناحية الإعلامية. يعني إذا أنا شخص أعطاني مثلا دواء معين أو وصفة معينة وقمت بتناولها، يعني مثلا في كورونا في ناس وصفوا الكحول إنه هو يعني يسهم في الحماية أو الوقاية من كورونا. طبعا اللي طلع الشائعة دي أكيد هو بائع بتاع كحول، يعني زي ما كان في السابق يعني واحدة من الأسباب لانتشار الأحاديث الموضوعة والمكذوبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الناحية الاقتصادية. يعني قيل إنه من الطرائف إنه واحد يبيع تمر وجاره يبيع سمك في نفس الوقت، فالناس كانت تشتري من صاحب السمك ولا تشتري من صاحب البلح. فالراجل يعني تعب جدا فاشتكى لصاحبه قال له ما في أي مشكلة، راح نجر حديث عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أسمكتم فأبلحوا، يعني إذا أكلتم السمك فأكلوا بعد البلح. فمثل هذه الأمور إشكالية كبيرة جدا، يعني إنه الناس يكون عندها هذا النوع من الفهم المتدني خلينا أسميه، وبالتالي ما يكون في نوع من الاستوثاق والتحقق من صحة المعلومة من عدمها. ويمكن مؤخرا كان في برضو يعني انتشرت في السوشيال ميديا أنه رجل يعني في البيت ورأى الكعبة في البيت وإلى آخره. فيعني هذه المسألة خطيرة جدا، لأنها تضرب في قيم معتقدية، تضرب في زي ما قلنا ناحية الصحة، زي شرب المطهرات مثلا قد يقي من كورونا أو إلى آخره. فزي ما ذكرت الإشكال الرئيسي في انتشار مثل هذه الشائعات أو الأخبار المضللة أو المعلومات المضللة على السوشيال ميديا، لأن الشخص الآن القائم بالاتصال اللي هو الشخص المواطن العادي أصبح هو المنتج للرسالة ومنافس للمؤسسات الإعلامية الأخرى، زي ما قلنا ليس بغرض التوعية ولكن للأسف الشديد بغرض الحصول على أكبر عدد مثلا من المتابعين. وسبحان الله الناس يعني تحب ذلك، يعني تحب من يكذب عليها، تحب من يعني يشوقها بمثل هذه الأمور، فأصبحت العلاقة تنافسية. وطالما أنها علاقة تنافسية والغرض الأساسي هو حصد اللايكس أو بيع المنتجات زي ما ذكرنا من ناحية اقتصادية، ده اللي خلى الآن إنستغرام في أمريكا تسحب الخاصية تحت اللايك، يعني لأنه من واقع الدراسات البحثية التي أجريت وضح إنه يعني كثرة اللايكس قد تؤدي إلى يعني مزيد من الشحناء بين الناس أو بين الحسابات، ويؤدي لإنه الشخص يقدم يعني أشياء ممكن تكون منافية أو تكون غير حقيقية فقط لغرض الحصول على المزيد من اللايكس أو المزيد من الشير. زي ما عارفين أصبحت هي السمة الغالبة الآن. فدي واحدة من الأسباب الجوهرية والرئيسية
اللي بتخلي كثير من الناس انه يقدم محتوى ولكن ليست له علاقة بالصحة او ليست له علاقة بالسلامة. فقط ما نود ان نوصله من رسالة قبل ان اختم مداخلتي ها هنا حتى لا اطيل، يعني دائما ما نقول دعها تقف عندك، يعني اي رسالة وصلتك حاول بس اقرأ هذه الرسالة بتمعن من غير أن تمررها مرور الكرام أو من غير ما أن تنظر إليه. يعني حتى بنقول للأسف الشديد في رسائل المعايدة في والتهنئة في الأعياد أحيانا بتجيك الرسالة وبتعمل فورورد مباشرة وتنسى حتى تغير التوقيع من فلان الفلاني وكأنك أنت صاحب هذه الرسالة. هذه إشكال كبير، يعني نحن لا نقرأ للأسف الشديد. وما ذكر فيما يخص الأضابير بتاعة البحث العلمي، يعني عندنا مثلا في المكتبات والجامعات كثير جدا من الأبحاث القيمة التي يعني للأسف الشديد لم تخرج من النور. ودائما ما ندعو نقول يعني مثلا يا ريت لو الشركات الكبرى يعني زي شركات الاتصالات أو شركات السيارات أو غيرها اللي دائما تحرص على أنها تقدم مسابقات، يا ريت لو أنها يعني تلتفت لهذا الجهد العلمي المبذول وتحاول تخرجه في النور من خلال مسابقاتها. إن شاء الله يعني في واحدة من الطرائف إنه إحنا طبعاً ما بنقرأ الاتفاقية بتاعت الاستخدام خاصة بالنسبة للإنستوليشن بتاع التطبيقات المختلفة، ففي واحد فاز بجائزة من إحدى هذه التطبيقات لأنه كان في نهاية الاتفاقية بتاعت الاستخدام كان مكتوب إنه إذا وصلت هذه المرحلة وهذه النقطة من هذه الاتفاقية إذا تستحق أن يعني تتواصل معنا لنيل جائزة، وفعلا أخذ جائزة لأنه عارفين إنه الناس ما كانت بتقرأ. فياريت إنه تكون دي واحدة من الأشياء الرئيسية. وأختم حديثي إنه حتى المؤسسات البحثية، لأنه أتذكر لما جيت أقدم على الرسالة أنا كنت بتكلم عن المستقبل بتاع الإعلام، فبقول لك لا ما دي ده عنوان ما عنوان بتاع رسالة، ده ممكن يكون عنوان مقال ممكن يكون كذا. طيب إيش العنوان المناسب؟ قال لك لا لازم أصر على إنه لا تستخدم كلمة دور أو تستخدم كلمة أثر. يعني دي معلش يعني دي مرحلة الناس هي تخططها، يعني يمكن في النهاية صريت على الموقف، والكويس إنه الحمد لله إنه المشرف كان البروف شومو ووقف معاي، ودكتور البروفيسور كمان جلال زيادة ربنا يديهم الصحة والعافية وقفوا معاي في إنه لا ابقى الاسم كما هو وخلينا نحاول نغير النمط التقليدي اللي موجود في شكل البحث العلمي بصفة عامة. فأنا يعني أتوقفها هنا دكتور أنور حتى لا أخذ الحديث، لأنه كمان شفت ما شاء الله يعني فطاح له دخلوا معنا دكتور محمد، السلام عليكم كتر خيرك، وإن شاء الله نتواصل ونكمل حديثنا. الله يديك العافية دكتور حسن، صراحة فتحت يعني برضو حتات كبيرة. طبعا ناس الإعلام الزول أصلا ما بيمل من السماع ليهم، تحديدا الإعلام الجديد والإعلام الرقمي إلى آخره. انت هبشت نقاط مهمه اللي هو مساله الكلتشر الكومبتنسي في استخدام الانترنت، يعني الناس بيجوا داخلين الانترنت بيستخدموها ما عارفين انه، وهبشت موضوع قد يعني لا يتفق فيه معاك عدد كبير جدا بالذات من الشباب اللي هو قصه السيتيزن جورنالست اللي هو البلوجر ولا اليوتيوبر ولا الانستغرامر ولا الفيسبوكر ولا الى اخره. فدي حتى اعتقد انه في ناس كتار قد يكونوا فيها انه والله صحافه المواطن دي قد تكون يسيء استخدامها، لكن ما معناها انه نقوم نعمل لها ريجوليشن عشان نوقفها، لانه في مشكله في سنترلايزيشن بتاع وسائل الاعلام والقبضه بتاعت الحكومات على الاعلام بحيث انه ما تطلع المعلومه. لا دكتور انور، انا مش قصدت انه نعمل لها يعني قبضه او كذا، لا انا قصدت انه الشخص اللي بيكون دارس الاعلام او ممارس للاعلام في ما يعرف باخلاقيات او ميثاق الشرف الصحفي. للاسف الشخص اللي البلوجر او اللي المواطن الصحفي بين قوسين مع تحفظه على الاسم هو ما عنده هذا الامر، ولذلك حتى احيانا يدخل نفسه في قضايا قانونيه لانه يقوم بنشر ما لا يجوز له ان ينشره عاجلا. يس، فبالتالي لازم يكون حتى يعني مثال بسيط جدا، الان لو دخلت على اليوتيوب حتلقى كميه من الفيديوهات بيكون حاطط صوره مختلفه تماما عن المحتوى بتاعه عشان فقط جاستو اتراكت، يعني عشان بس يجذب الناس.
احنا في المجموعه بتاع الباحثين السودانيين منعنا الكلام ده بتاعين، يقول لك الصوره اللي لفت الانتباه بالضبط. فبالتالي انا بالنسبه لي الشخص اللي بيمارس الاعلام بلوجر او يوتيوبر او غيره اتس فاين، ما في مشكله، بس يلتزم بمثل هذه الضوابط. يعني ما يكون فقط الامر مطلوق بحيث انه يعني كل شخص يطلق العنان لمخيلته، حتى خلينا نسميها ناهيك عن انه زي ما قلت يقدم معلومات مضلله. اذا انا استخدمتها ممكن اتضرر في الصحه بتاعتي ولا اتضرر في حياتي ولا ولا ولا. نعم. هل ممكن مداخلة صغيرة في الجانب دي؟ نعم يا دكتور. هل ممكن مداخلة صغيرة في الجانب دي؟ تفضل تفضل يا دكتور عباس. نحن الآن بدنا نرحب برضو بالبروف محمد اللمين موسى. نعم تفضل. أنا من خلال النظر في الجانب بتاع السيتيزن جورناليزم، أنا شخصيا قسمته لثلاثة أقسام. في نوع محترف هو بيدوه بطاقة صحافة، صحافة سيتيزن، سيتيزن جورناليزم، وغطوا الانتخابات الأمريكية بتاعت كلينتون و انتخابات بتاعت أوباما وكلينتون، تذكر؟ نعم. و القصة بتاعت في قصص كبيرة جدا نشرت في السوشيال ميديا قبل ما تنشر في الصحافة الكبيرة. يعني في الصحف الكبيرة عرفت في السوشيال ميديا قبل ما تعرف. ده نوع، نوع أقرب للصحفي المحترف، ودل ساهموا في أشياء ما وصلت الصحافة بسرعة زي تفجيرات مترو لندن. نعم دي كان حاجة مشهورة. كان مجموعة الثمانية مجتمعين وكل الوكالات يعني موجودة هناك، كان المصورين الصحفيين المواطنين هم صوروا تفجيرات لندن وتفجيرات القطار في مدريد، الناس تتذكر. وصوروا تسونامي في شرق آسيا. نقلوا كل الصور بتاعت الأشياء دي قبل ما تصل الصحافة اللي بتنتظر وتأخذ الأوامر ثم تصل، ولكن دي الموجودين مكان الحدث. ده النوع الثاني، وسائل النشر اللي هي الفوريه تويتر. ده النوع الثاني. نعم. النوع الثاني، النوع الثالث اللي هو بيمثل نسبه كبيره جدا، نسبه بتاعت 90%، ده اللي هو بينشر اي خبر بدون ما يتحقق منه وبينشر، ولكن في النهايه هي ظاهره وعند اصبح عندها اسم، عندها اسم اسمه سيتيزن جورناليزم، ما يمكن نلغيه بعد كل هذه السنوات الطويلة. المهم أنه نوجد له تعريف ونوجد له ونعمل له تصنيف ونحاول نقلل من الجانب، وده لا تستطيع أنك تقلل منه اللي هو التسعين. النقطة دي تحديداً دكتور عباس، أنا بتذكر في مؤتمر في برلين، مؤتمر تيدكس برلين، كان المستشار بتاع وزارة الخارجية الأمريكية المسؤول من إعادة تشكيل الإعلام الاجتماعي بتاع الخارجية الأمريكية، وهو نفس الشخص اللي كان مسؤول من حملة change بتاعت أوباما وصلته للرئاسة، كان بيتكلم على إنه you cannot control anymore. إنت أقصى ما تأمله إنك تكون عارف الحاصل، على أساس إنه الجانب اللي بيليك تقدر تأخذ له measures protective measures ولا آخر، لكن you cannot control anymore، لأنه الحاجات بتجي بصورة ubiquitous من كل الحتات وبتدفق عالي جدا للمعلومات والبيانات، يو كان نوت كنترول. انا داير ارحب بدكتور محمد اللمين بس موسى. بس قبل انا نعم احبه معك، بس في اضافه واحده بس صغيره. نعم لو تسمح يا دكتور انور. تفضل. يعني بس في تصنيف منهم اللي هو ظهر مؤخرا اللي هم بيسمونه المؤثرين. نعم الانفلونشرز. نعم ده موضوع اخر تماما. ده شخص بجيبوه بيدخل مطعم او يدخل
فاشن شو او يدخل ما بعرف ايه او حتى الحكومات بقت تستخدمه. نعم ده ليس صحفيا ولا بنقول الخبر ولا بنقول الحدث، وانما بيمثلك في وسائل التواصل الاجتماعي بينقل ما انت تريد، وده اثر تاثير كبير جدا على مفهوم السيتيزن جورناليزم. يعني دلوقتي هم المؤثرين هم كمية كبيرة جدا، ودلوقتي نحن حتى في التلفزيونات وحتى في المحطات الإخبارية في الصحف ديل منافس يعني كبير جدا بالنسبة لنا، لأنه بيتم دعوتهم قبلنا. نعم. ونحن بنتناقش يوميا حول هذه المسألة، بيتم دعوتهم للمناسبات الكبيرة جدا، نحن بندخل بعدهم. فتخيل هو ديل نجوم شباك في الوقت الراهن مش كده؟ دكتور يا دكتور عباس، واحد 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 منهم عندنا هنا في دبي، تعرف كم بياخذ في الشوط بتاعته؟ 100,000 100,000 درهم. طبعا لا، ما هو غالبا الناس يا اخواننا لحقوا ليله القدر، يعني كنتوا نايمين في اليوم ده. طيب احنا نرحب بالاخ الحبيب بروفيسور محمد اللبيب موسى، استاذ الاعلام بجامعه قطر واكاديمي وباحث مرموق. تفضل يا دكتور محمد. أخي دكتور أنور، وشكرا للأساتذة وإخوتي الأعزاء على هذه الفرصة السانحة التي جمعتني بهم، خاصة أخي الحبيب دكتور عباس. ف أنور، أريد أن أطمئنك أن الموضوع، يعني المداخلة التي قمت بها بعد كلمة أستاذنا دكتور حسن، لا يقتصر فقط على الشباب، يعني حتى الشباب مثلنا لديهم رأي فيما يتعلق بصحافة المواطن. هذا الرأي يندرج في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، أنا في رأيي أن تجربة صحافة المواطن هي تجربة يعني اكتسبت وجودها بطريقة مستحقة، بمعنى أن الإعلام خلال القرون الماضية يعني أدخل نفسه في ورطة كبيرة جدا، لأنه بدأ يتماهى مع الدعاية، وبالرغم من أنه يتوفر على أخلاقيات ويتوفر على كثير من الأشياء التي تجعل منه وسيلة للتواصل الإنساني مقدرة ومحترمة وموثوق بها، هذا الإعلام في جزء كبير منه خان هذه الأمانة. وخاصة عندما نتحدث عن الإعلام العربي، فنحن لا يمكن أن ننظر إليه إلا أنه محاط أو يوجد في بيوت من زجاج، فمهما كان هو يرتكب خطايا كبرى، وهذه الخطايا متعمدة وليست عن جهل، مثل ما يحدث مع الصحفي المواطن الذي قد لا يفهم بعض الأبجديات التواصل الإنساني، ولكن الصحافي العربي هو يعرف ما الذي أو ما الذي ينبغي أن يقوم به على مستوى الأخلاقيات على مستوى المهنية، ولكنه يوجد ضمن بيئة لا تسمح له بممارسة الإعلام بالطريقة المحترفة. فإذا لا يمكن أن نفضل التواصل الإعلامي الذي يقوم به إعلاميون في البلدان العربية بالذات وكثير من دول العالم الثالث على تجربة المواطن الصحفي. هذه التجربة أولاً هذه تجربة إنسانية، أي أن الإنسانية أو البشر بصفة عامة كانوا يعانوا من فرص التعبير عن أفكارهم ومعلوماتهم، لأنه صناعة الإعلام من البداية كانت صناعة نخبوية، عدد قليل جداً من وسائل الإعلام، وهذه الوسائل لديها جيت كيبرز يتحكمون في المعلومات، وهذه الوسيلة كلها أصبحت مهيمن على من قبل الدولة، فلذلك الحقيقة لا تظهر كما ينبغي لعامة الناس في وسائل الإعلام، وهذا ترسخ عبر قرون. فإذا ما كان يمنع الناس من أن يمارسوا التواصل الإعلامي هو عدم وجود الوسائل. الآن عندما جاءت الثورة الرقمية ومع ثورة الإنترنت ووفرت للناس إمكانية أن يمارسوا التواصل الإعلامي، هنا أصبح
الأمر أكثر مفضوحية، لأنه الآن اتضح للناس أن الإعلام بمفهومه التقليدي هو ما كان يمارس نقل المعرفة ولا المعلومة ولا شيء، وإنما كان يمارس كثير من الألاعيب التي تقوم على أسس علمية، سواء تعلق الأمر بتلاعب بسيكولوجية الجماهير، تلاعب بالمعلومات، كثير من الوسائل التقنية التي راكمتها المهنة، ولكن لم تكن هي الوسيلة، أو هذه الوسائل لم تكن هي فعلا تقوم بعكس ما يدور في المجتمع أو نقل المعلومات. إذن تجربة الصحافة المواطن هي تجربة جاءت بحكم إحساس الإنسان أو حاجة الإنسان إلى التعبير عن نفسه، وجد هذه الفرص في إمكانيات لم يكن يحلم بها، لأنه بدأ بإمكانه أن يمارس التواصل الإعلامي من خلال الإمكانيات المتوفرة لديه تماما، خاصة بعدما أصبح الأجهزة الرقمية، خاصة الهاتف الذكي، أصبح من بين الإكسسوارات، أو خلينا نقول من بين امتدادات الجهاز الإدراكي البشري المتوفر للجميع. إذن نحن أمام مكتسب لا يمكن أن نعتبره ظاهرة، وهذه الظاهرة يمكن أن تزول. هذه ليست ظاهرة، هذا حقيقة جديدة زي كورونا. نعم، لا هو نقلة جديدة في حياة في 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 تاريخ الإنسانية، بحيث إنه الإنسان الآن بإمكانه أن يتواصل بطريق أفضل. وأبشركم وربما لاحظتم ذلك، أن هذه التجربة يوميا تتطور. يعني الآن في شبكات التواصل الاجتماعي أصبح هناك خبرات متراكمة في التقصي في الحقيقة، هناك أفراد عاديون أصبحوا بإمكانهم أن يكشفوا الفيديوهات المزورة، يكشفوا الوثائق المزورة، عرفوا كيف يتحققوا من المعلومة من الوسائل المتعلقة بالمينستريم، أصبحوا يقرأوا، حتى لديهم قدرة على تحليل الخطاب، بحيث أنه يعرفوا ما إذا كان هذه الوثيقة مزورة أم لا، هذه الأخطاء المرتكبة هل هي أخطاء متعمدة ولا، أصبحوا يفرزوا. طيب يا دكتور محمد، في نفس الوقت تطورت الأدوات التكنولوجية، أنا أسمع الديب فيك مثلا، يعني أنا زور بتاع كمبيوتر ساينس وعارف كويس إنه you can manipulate، وإنت ممكن تخط يعني المعلومة تدس السم في العسل في إلكترونيك جيم، يعني خليك من شبكة بتاع التواصل الاجتماعي ولا بتاع، أنا ممكن أخط لي حاجة يعني أسي من اللعبات اللي يقول لك مثلا لعبة بوبجي، أنا بلعبها مع أطفالي في البيت، يعني واحد قال لي أخي ما تلعب اللعبة دي حرام، قال لي حرام لشنو؟ قال لي أخي والله اللعبة دي بتصل مرحلة لا لازم تركع ولا شنو لآلهة على أساس إنك أنت تمشي لقدام. طبعا أنا في بالي ما في الكلام، أنا في بالي إنه ده ألعب مع أولادي وأتواصل معهم وكده، لأنه ده عالمهم، هم لو ما فهمتوا مشيت لهم هناك ما حيجوني في عالمي بتاع البحث العلمي وإلى آخره. فقلت له يا أخي أنا ما عندي فكرة عن الكلام ده، فسألت من الموضوع، قال لي الله يدي للعابين، أنت لو بقيت حريف بتصل هناك، لكن لو ما حريف بتموت بدري في القصة دي. قصدي إنه في حاجات كثيرة ممكن تكون اتطورت في الموضوع، فما هو دور الإعلام سواء كان تقليدي ولا حديث في دعم التعليم والبحث العلمي؟ دوره شنو يعني؟ يعني هل نحن صحافة المواطن ساعدت البحث العلمي والتعليم ولا لا؟ هو أنا كما قلت لك، سواء صحافة المواطن أو حتى الإعلام التقليدي، لأنه الإعلام التقليدي الآن هو لم يعد تقليدي. هذه الثورة هي أتت بمنافع كثيرة جدا، ثورة الويب أتت للناس بمنافع كثيرة لا يمكن أن نتخيلها في الماضي. يعني قضية التواصل عبر الوسائط المتعددة، استخدام الوسائط الفعالة، التكنولوجيا سرعت كثير من الأشياء، فأصبح حتى دور الإعلام التقليدي لم يعد ضروريا. بمعنى آخر، الآن التعليم الإلكتروني هو يوجد في بيئة، يعني لو أخذنا أي تجربة نجد كثير من المؤسسات التعليمية استطاعت أن تتواءم مع ظرف كورونا خلال أسبوع فقط تحول الناس إلى التعليم الإلكتروني، ودون أن تكون هناك دورات تدريبية للمتلقين اللي هم الطلبة. وعدد كبير من الأساتذة استغرق منهم الوقت حدود 40 دقيقة إلى ساعة في اليوتيوب لكي يعرفوا كيف يتعاملوا مع
برامج احترافية في مجال التعليم الإلكتروني أو في مجال التواصل مثل الزوم والويبيكس وبلاك بورد وكذا. نعم. فإذا هذه ميزة يعني كبرى. نأتي لموضوع آخر حتى فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة. الآن حتى الأخلاقيات بإمكان الإنسان أن يتعلمها من خلال اليوتيوب. يعني اليوتيوب الآن هو أصبح هو خزان معرفي لكل شيء. لا يمكن أن تجد مجال لا يمكن أن تتعلمه من خلال اليوتيوب. فإذا كان الإنسان هو إنسان خلينا نقول إنسان ذو قيم وتنقصه المعرفة فهذه ليست إشكالية. إذا كان هذا الإنسان يفتقر إلى القيم ففي هذه الحالة حتى المعرفة إذا كان درس صحافة إذا كان مارس المهنة 50 سنة ورغم ذلك ستواجه معه مشكل. وربما نحن في السودان عندنا أو إذا اهتمت لجنة إزالة التمكين بهذا الأمر سوف تجد أنه الإعلام عندنا السوداني فيه كوارث كبيرة جدا على مستوى هذا المستوى. بمعنى آخر أننا يجب أن ننظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة إنسانية الصعب جداً إزالتها أو التراجع عنها. دورنا كإعلاميين أن نمكن الناس من ممارسة الإعلام بطريقة أفضل. بمعنى آخر نزود عامة الملايير أو البلايين من البشر بالمهارات الأساسية. حتى الآن لديهم مشاكل كثيرة جداً في مجال التعامل مع التصوير مع المونتاج، لهم مشاكل فيما يتعلق بالاختصار التحرير نقل المعلومة نفسها أو التعبير عنها بطريقة إخبارية. فهناك عديد من المهارات يجب أن ننقل لعامة الناس. إذن ماذا نفعل نحن كإعلاميين محترفين؟ لدينا دور أكبر، يجب أن ننتقل إلى مرحلة أكثر تطورا في التعامل مع المعلومات وتقديمها بطريقة أكثر احترافية. وهذه الطريقة تحتاج إلى ممارسة البحث العلمي. بمعنى آخر إنه المحرر يجب أن يتحول من شخص يقوم بتلقي معلومات وانتقاء منها مجموعة وتقديمها للآخرين إلى صانع للمعرفة. يعني هذه مهارات تعتبر تحدي لنا في كليات الإعلام أن نتحول إلى هذا المستوى، أي أننا نمشي في اتجاه الديتا جورناليزم، نمشي في اتجاه أكثر تعقيد بحيث أنه نزود وسائل التواصل الإنسان المختلفة بمحتوى يليق بطبيعة التكنولوجية. يعني الآن نحن نعلم على سبيل المثال التويتر هو شكل من أشكال التواصل الإعلامي القائم على العناوين البارزة أو الملخصات، ولكن صياغة العناوين هو فن من فنون التحرير. فإلى أي مدى نستطيع نحن كإعلاميين أن نمكن عامة الناس من كيفية صياغة عناوين أو التعبير عن الحدث من خلال عنوان نوجد فيه إجابة عن الأسئلة الستة وهكذا. فإذا أورت هذا الكلام لكي يشمل الجانب التعليمي فكذلك يجب أن نساهم من خلال تعريف المدرسين، ناس متخصصين في التواصل التعليمي المباشر القائم على التواصل خلينا نقول جماعي بين مجموعة وأستاذ إلى تواصل جماهيري، لأنه الظهور أمام الكاميرا طريقة التفاعل مع الآخرين، لديك رسائل مكتوبة، رسائل البعض منهم يتواصل عبر الصوت، البعض منهم يريد أن يظهر. فإذا كيف ندير الكلاس أو الفصل الرقمي أو ممكن نسميه الفصل عبر الشاشة؟ فهذا تحدي، وأعتقد أن الإعلاميين لهم دور كبير جدا في هذا المجال. يعني الإعلام التقليدي يستطيع أن يفيد ويعلم المدرس كيف يتواصل مع الجماهير أو مع مجموعة من الأفراد من خلال الشاشة، خاصة الناس لديهم تجربة في مجال الإعلام التلفزيوني. ثم أتوقف. شكرا جزيلا بروف محمد لمين موسى. نحن طبعا في تو بانيليست، في شخصين هنا كانوا المفروض يكونوا موجودين في المنصة، الحبيب لغمان همام من مركز الجزيرة للتدريب ومنتج ومقدم أخبار مقدم برامج في الجزيرة،
وكذلك الحبيب المهندس أشرف هاشم الخليفة، وهو مؤسس لمبادرة اسمها دعم وتأهيل تلفزيون وإذاعة السودان في الخرطوم. فمعظم الناس الموجودين هنا بما فيهم شخصي هم داعمين للمبادرة دي، على أساس إنه والله إحنا دارين تلفزيوننا وإذاعتنا في السودان تكون بتقدم حاجة تفي تطلعات يعني المشاهد السوداني في كل أنحاء. التلفزيون بتاع السودان الحمد لله الآن يعني gain traction، الثاني رجع الناس بتحضروا تحضر البرامج اللي فيه وكالة السودان الأنباء وإلى آخره. بكل أسف وفقا لظروف شكلها تقنية منعت أشرف إنه يكون موجود، لكن لا يمنع إنه أستاذ أحمد يوسف ممكن يدينا بس فكرة عن المبادرة دي، لأنه في برضو دور للمبادرات في إنه والله تخلي الإعلام ذاته يأخذ الشكل بتاعه عشان الإعلام ده يقوم يدعم التعليم والبحث العلمي. ما هو ذاته لو بيقى عنده مشكلة في رقبته ما هيقدر يدعم زور، مش كده؟ فأستاذ أحمد ممكن تدينا بس أوفر فيو، ونحن إن شاء الله هنستضيف أشرف في وقت لاحق عشان نتكلم عن المبادرة بتفصيل أكثر. تفضل أستاذ أحمد. كويس. الحقيقة هي مبادرة أشرف مبادرة جميلة، وهي كانت لاحقة لمبادرات تانية يعني، لكن أشرف بس كان يعني أكثر حركة وطوالح، أطلق المبادرة ويتحرك مش على التلفزيون، قعد مع دارة التلفزيون شاف وين المشاكل وين النواقص. وهي طبعا كانت حملة بتاعت هجوم على التلفزيون وعلى شكل المادة المقدمة وأسعار الدولة العميقة وخلافها يعني. ففي النهاية اتضح أنه فعلا في مشاكل بعد ما جاء الأخ لقمان أحمد بديق مدير عام، واجه صعوبات تقنية عالية جدا جدا، في مشاكل في المعدات، الاستديوهات كلها نواقص غير عادية، حتى البيئة بتاعت العمل بيئة منتهية، ما تتخيل أنه الحمامات مكسرة، ما في جو صحي، ما في مكيفات، حتى مواد نظافة ما في، شح مادي، العاملين بياخذوا اقل رواتب يعني بشكل انها غير عطيه يعني. روح بتاع العمل ذاته ما في، شكل الجو العام جو طارد وبيئه غير صالحه للعمل. النادي شغال في ظروف سيئه جدا جدا، ورغم عن كده هم شغالين يعني، وده برضه ما بيمنع عنه في اثر الدوله العميقه وتاثيره على جار الناس دي ورا، وكل مره بتجي بتدخل عقبات وتكتلات وتحاول تنصر جهة على جهة، المشوار طويل يعني. فعلا ده جهد كبير جدا جدا، لكن أنا بفتكر أنه في الأول المبادرة دي حتى لو عملت لها زي جلسة شبه منصة بعد مؤتمر مصغر، الناس تحدد الاحتياجات وتشوف من المبادرين ممكن يقدر يساهم فيها يعني، سواء كان مادية أو عينية أو شغل مباشر يعني. وافتكر انه الاداره التلفزيون مرحبه جدا جدا بالمبادره، وهي يعني فتحت ابواب لان الناس تساهم معها وتساعد لانها كيف تشيل الشيله. وزي ما قلت في نهايه التلفزيون حقها يعني، التلفزيون ما حد زول ولا حد جاه محدد يعني، التلفزيون هو المواطن السوداني، وكلنا احنا مهمومين بهمه بتقدمه وبيعكس وجهه النظر يعني التلفزيون القومي. لكن انا داير اطلع من المبادره لو سمحت لي. انور تفضل هاي، لانه احنا برضه حنسمح للباشمهندس عوض من اتحاد اذاعات الدول العربيه انه برضه يقدم مداخله. تفضل. عيد كويس. طيب انا عايز اقول انه بعد الكورونا العالم كله مش الاعلام، زي ما بيقولوا قبل الميلاد وبعد الميلاد، حيقولوا قبل الكورونا وبعد الكورونا. فالكورونا بقت دلوقتي مرحله ما قبلها وما بعدها مختلف جدا جدا. زي ما تكلم الدكتور قبل شوية عن التعليم الإلكتروني، أصل الأولاد في أوروبا في أمريكا في بتاع كلهم في المدارس شغال من بيوت، وكل زول فاتح اللابتوب وبياخد حصصه وفي امتحانات والدنيا ماشية يعني. فده برضو يفتح لنا طاقة جديدة يعني. هل أول شيء وفرت لهم ترحيل وأسس بتاعت مدارس وبناء وما بعرف وبتاع. بالنسبة للترفيه خلافه دي برامج تانية يعني، أو البرامج التدريبية أو التربوية التانية ممكن تدرج بشكل آخر يعني. لكن عموما نسمها بعد الكورونا أفتكر التعليم، مش التعليم بس كل مناحي الحياة حيكون فيها نظرة مختلفة جدا جدا. في موضوع مهم جدا يا إخوانا، أنه هل نحن نمشي في 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 انفتاح السوق الحر زي ما في سوق حر يكون في إعلام حر، ولا يقعد قيد ونعمل فريمز
ونعمل لك الشهادة حتى النجل ما يطلع من الإطار ده يعني. ففي جرأة لأحد أنه نحن حتى ما محتاجين لوزارة الإعلام، محتاجين لميثاق شرف، ميثاق بتاع مهنة الناس كلها توقع عليه، وبالتالي العمل بقى متاح وحر ومفتوح، وما في ولا عايز رخصة ولا عايز أي حاجة، الدنيا بقت مفتوحة. وفي عالم كثير من الدول نطبق الكلام ده يعني. طبعا نحن قد نكون متخلفين في البحوث العلمية، في شكل تربية المجتمع، في يعني قد يكون مشوار طويل، لكن برضو ما بنقدر نحن الخطوط الحمراء ضد الموجة دي. الموجة الجديدة ماشي حتجي وحتبقى في النهاية واقع، فلو ما حقوا بينا هسه هذه البحوث العلمية هيئت الناس واستعدت للمرحلة، ما في حيث وزير إعلام، إعلام ده مفتوح ولا بتمشي تطلع رخصة ولا أي حاجة، لأنك يعني تمشي تبتهم حضرتك الإذاعية، تبتهم حضرتك التلفزيونية، بعد كده البقاء الأصلح. آه في حملة اللي عندي قائمة على أنه والله نحطها في رمضان، وجابوا ما بعرف بنات وتكلموا كلام فارغ واشتموا في بعض وألفاظ غير بتاع أخواننا، ده ما مجتمعنا. نعم لازم يكون في فريندز وكله في، لكن أنا أفتكر أنه لما أتكلم أستاذ حسن جبيل بس عن اللي أخواننا في شرف وزعص كله وما عنده من داخله الإحساس ده وما عنده القيم العالية دي، ما هو ده ما صار أحد علمه له يعني، بدل ما عملت له وطاره ولا خلافه في النهاية ما ده هو يعني. وبالتالي في المجتمع في ده وفي ذات يعني، والبغال أصلح ولا شنو؟ نعم أيوة. في طبعاً في ناس بيحبوا الخطوط الحمر وتدخلات الجيش والقوات الأمنية في السياسة، وما أريكم إلا ما أروا، تفاصيل كثيرة جداً إحنا محتاجين إنه يفعل فيها دور البحث العلمي على أساس إنه الناس يعني تقدر تعرف تستعد للسوق الحر ده. هاي اللحظة دي طلع على كيفك، حتى لو ما من عندك انت اي انترناشنال الانترنت هتلقى المحطات دي بس على الهواء، ممكن اعمل محطة بتاع التلفزيون من بيتي. نعم وبس زي ما انا عايز، ولا حد عارف مصدره يعني. نعم طيب نرحب بالباشمهندس عوض عيد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للجميع. والله النقاش سر، وانا سعيد انه كنت مستمع من الاول لكل التفاصيل بتاعت المشاركات الموجوده من الشباب. وقبل ما هنا احب اعرف نفسي شويه، انا عوض عيد، كنت مهندس في الاذاعه والتلفزيون لفتره طويله، زميل للاخ حسن وزميل لعمنا احمد، ولا اقول اخونا احمد هو الصغير كمان. وكنت وقتها مشرف على الهندسه في قناه النيل الازرق. زي ما قال اخونا حسن، في فتره من الفترات كانت الحاجه المهمه نحن في الاذاعه والتلفزيون كيف انه نعمل التفاعليه او الانتراكتيفيتي، انه نحن دايرين ناخذ الفيدباك ودايرين نعرف انه المستمع والمشاهد هو حاب ياخذ شنو. ودي تقريبا الفكره بتاعت التفاعليه دي بقت هي الادت وسائل التواصل الاجتماعي انها تبقى اعلى من كل الوسائل الاخرى في انه اي زول بيقدر يقول رايه ويسمع الحاجه اللي هو دايره. القصه بتاعت التعليم الالكتروني والعمليه بتاعت البحث العلمي والمساعده فيه بواسطه الاعلام، قبلها تخيل لي حق نفرد واحده من المساحات، خاصه انا كمهندس في الشبكات والاتصالات، انه عشان نحن نخلق العمليه بتاعت التفاعل بين الاطراف دي كلها، بنحتاج لانه يكون عندنا بلاتفورم مرتبه بتاعت اتصالات توفر لنا هذا الامر. وللاسف في الفترات الاخيره المشاكل عندنا كثيره في المزله بتاعت الانترنت والتواصل عشان نخلق انتراكتيف. وقتها نحن حاولنا، كان في المشروع اللي بيقدمه اتحاد الدول العربيه اللي هو المنص، هو تبادل الوسائط المتعدده عبر الساتلايت، وهو بلاتفورم بتاع اي بي، يعني من خلاله ممكن تعمل اي ابلكيشن او اي حاجه بتخط عليها. وبدينا اننا نعمل كان بعض التفاصيل مع جامعه السودان المفتوحه في انه نعمل لهم بلاتفورم كامله لانه يعملوا بها انتراكتيفيتي على عمليه الديستانس ليرنينج والتدريب عن بعد والتعليم عن بعد، وخاصه انه نعرف السودان الساحات الطويلة والمساحات الطويلة دي بتخلي إنه صعب تنقل الدكاترة من موقع لموقع. لكن للأسف زي ما بتعرف نحن بنبدأ حاجة في السودان وبعد ذاك بتجي أولويات حاجة تانية according to politic issue، بتوقف الحاجات المهمة اللي هي بتعمل البروجريس في البلد، لأنها بتعمل بروجريس لحاجات تانية مصاحبة لأيديولوجيات في يد القلم. صراحة أنتقل لموضوع تاني اللي هو اللي تكلم عنه حسن، إنه نحن في فترة من الفترات، ودي حتى أنا يعني الآن
في اتحادات الدول العربية بدينا نبحث فيها كثير، اللي هي العملية بتاعت البيانات الوصفية للمواد الموجودة في الإذاعات والتلفزيونات عشان تستفيد منها الناس في القضية بتاعت البحث العلمي بشكله الكامل، لأنه الإذاعة والتلفزيون أكثر حاجات ممكن تكون وثقت لأشياء ما منلقاها إلا عندها هي. لكن عشان تجي تبحث عن حاجة معينة أو موضوع يليك في بحث علمي، من الصعب جدا في الإذاعة أو في التلفزيون أو في أي موقع آخر من الميديا الموجود عندنا إنك تصل للمعلومة في وقت وجيز ما لم تدعم فيها كثير. وما يعرف زي ما معروف عندنا في البيانات الوصفية لأي مادة، نحن الآن بنعمل في بحوثات في اتحاد الدول العربية مع ناس الـ IBTC ومع ناس الـ EBU في إننا كيف نعمل موديل معين للميتاداتا لكل المحتوى الموجود في الإذاعات والتلفزيونات العربية، ونحاول نساعد هذه الإذاعات والتلفزيونات إنها تأرشف المواد بتاعتها بأن تكون سهلة الوصول لأي باحث، لأي شخص بيبحث عن معلومة وجدها في موقعها في حتتها المعينة وبأقصر الطريق. معلش أنا حتنقل سريع يا دكتور أنور، اسمح لي يا أخي. تمام. المزلة الثانية، المزلة بتاعت صحافة المواطن، بقت زي ما أنا كتبت إنه شر لابد منه، ما بتقدر تمنعها، ما بتقدر توقفها، وبقت موجودة، وبل بالعكس زي ما الناس خايفة من إنها بتجيب مشاكل وبتجيب مفاسد، برضو فيها فوائد كبيرة جدا قدمتها للبشرية في الفترة الأخيرة دي، وكشفت كثير من القضايا اللي ما كانت بكشف الإعلام. إذا افترضنا نحن أن الإعلام الرسمي هو إعلام عنده أخلاق لكن عنده أيديولوجية في النهاية بتحكمه، تمشي يمين وشمال هو زي ما يحب، لكن المواطن قد يغلط نتيجة لجهل وليس نتيجة لأيديولوجية عن قصد وعمد على أنه يصل للحاجة دي. قصاد الكلام ده الناس بدأت تعمل في أدوات لكشف البيك نيوز وغيرها من الحاجات دي وتتعامل معها، وفي نفس اللحظة الارتفيشال انتليجنت أدت مساحة أكبر لأن الناس تخلق فيك نيوز بشكل أكثر حرفية من إنه يتعامل به في القصة بتاعت إنه تكشفه بتولز بسيطة، وزي ما أنت تكلمت عن الديب إنك ديب لكيف إنك تكشف عن هذه الأشياء. فدي الأمور اللي نحن مفترض الفترة الجاية برضو بالذات للصحفيين والناس اللي عندهم علاقة بالإعلام كيف نملكهم هذه الأدوات، وكيف إنه يتعامل بإنه كيف يكشف الخبر الزائف. وأفضل تجربة تقريباً الآن في أوروبا وفي العالم اللي هي لما بيقوم به فرنسا 24، عندهم آلية كويسة جداً لكشف الفيك نيوز، ونحن حاولنا عملنا معهم كثير من الوركشوب في هذا الأمر، وأنا من خلالي بحاول أتواصل معه ولو نقدر نعمل ورشة من خلال الزوم لبعض الصحفيين السودانيين ونستفيد منها كاستفادة عملة، وإن شاء الله دكتور أنور نحاول نصل الحالة مع بعض إن شاء الله. طوال اعتمدناه يعني إن شاء الله، أنا بحاول أتواصل معهم نشوف كيف الحاجة دي تبقى بإذن الله تعالى. طوال إحنا برضو أخوانا تويس كريديت برضو يعني بس حتة بسيطة هنا، أخونا الحبيب عثمان كباشي من الجزيرة نت قدم لنا دورة قبل كده عن صحافة الإنترنت، ودكتور حسن مصطفى هيقدم لنا دورة برضو عن الإعلام في المجموعة الباحثين السودانيين وحنبثها. ودي دعوة لجميع المشاهدين والناس الموجودين هنا ده في تقديم دورات على أساس إنه إخواننا بدل ما نلعن الظلام خلونا نوقد شموع، وتحديدا فيما يخص تداخل التخصصات. أنا بدرس Introduction to Computer لطلاب الكمبيوتر ساينس، لكن ليتر في الكارير بتاعي عرفت إنه والله يا أخي الناس المفروض يعرفوا عن الإعلام، المفروض يعرفوا عن الانتجريتي النزاهة، يعرفوا عن التحقق عن الأخبار وإلى آخره، وليس فقط تشغيل الكمبيوترات والشبكات وإلى آخره. الكلام ده في تداخل بتاع تخصصات هنا لازم ندعوهم فيه، ونحن كباحثين من تخصصات مختلفة بحيث إنه الكورس بتاع ثقافة استخدام الإنترنت ولا ثقافة استخدام الكمبيوتر ولا كده والشبكات والإعلام تكون كلها موجودة فيها الإليمنتس المطلوبة. وأساساً إحنا في المبادرة بتاعتنا بتاعت التحول للتعليم الإلكتروني في الجامعات السودانية، ودي مبادرة ضخمة جدا، ندعوكم كلكم بكرة حيكون في سيمينار من الساعة يعني 5:30 بتوقيت السودان، تنضموا لها وتقدموا فيها الحاجات. عوض انت كملت كلامك؟ بس دار اضيف حاجة صغيرة أخيرة، نحن في شهر 12 الفات كنا عملنا الاحتفالات بتاعت اتحاد الدول العربية في السودان، من خلال عملنا دورة عن الفيك نيوز، وكانت معانا دكتورة من تونس هنا، وجاهزين برضو انه ممكن نحاول نعمل الدورة دي تاني اونلاين لبعض الناس ان شاء الله، ونشوف كيف انه نعمل الحاجة دي. انتقل بسرعة للفكرة بتاعت المبادرة اللي كان بها اخونا اشرف واخونا احمد. انا بفتكر ان المبادرة جات في وقتها للعملية بتاعت الاذاعة والتلفزيون، ونحن بنعرف انه
زي ما قال احمد وقلت انت دكتور انور، انه الفتره دي بالذات والله رجعنا بدينا نشاهد تلفزيون السودان. انا واحد من الناس زمان ما كنت بشاهد تلفزيون السودان الا لما يحصل عطل عشان نشوف المشكله وين عشان تتعالج يعني. لكن الان يعني في حاجات كثيره بدات تتعالج. في فترات متباعده التلفزيون كان لما يتطور تكنولوجيا بتلقى عنده مشكله في المحتوى، ولما يتطور في المحتوى بتلقى عنده مشاكل بقت في التكنولوجيا عشان تواكب انها تدي الرساله تحت المحتوى ده. فالان نحن في وقت تتخيل لي هذه المبادره جمعت بين ناس المحتوى وناس التكنولوجيا في انه نوفر بلاتفورم في الاذاعه والتلفزيون بشكل طيب، ومن خلاله يبدا في محتوى اتراكتيف. لانه زي ما بنعرف بفهم بسيط انه يزول قاعد في السرير بتاعه في البيت ماسك ريموت بتحول من قناه لقناه، في الاول بتجذب الصوره بتجذب الديكور بيجذب الحياه الجميله، حتى بعد ذلك بيبدا يفتش في المحتوى. في الحاجتين دي الاثنين مطلوبات فينا نتعامل بهم في هذه المبادره. وشكرا لك لتحت الفرصه الدكتور انور وللشباب الموجودين. الله يديك العافيه يا باشمهندس، وكلامك ده يعني يحمل في ثنايا وخير كثير جاي للباحثين السودانيين في المجموعه. احنا ننبه برضو ان يوم الخميس ان شاء الله هنستضيف البروفيسور زينب مديره المركز القومي للبحوث، تعريف بالمركز والانشطه بتاعتهم وانشطه الباحثين والمعاهد التابعه له. فدايرين اخواننا ناس الاعلام اخواننا ساعدونا في انه يعني خلوا البحث العلمي ده يكون في السنتر بتاع الحاجات، الصحفيين الاخباريين غيرهم منتجي البرامج، انه يكون عندكم مستشار يعني باحث علمي يعني موجود. الريسيرش زي يكون جزء اصيل من الخطوات اللي بنعملها، لانه احنا مجتمع والحياه كلها متشابكه. اخوانا الجلسه بتاعتنا شارفت على النهايه، باقي 8 دقائق. انا حاسقوم اسالكم سؤال تريكي شويه، السؤال ده دايركم يا اخواننا في دقيقه على الاكثر. لو انت اسيدي وزير التعليم او انت المسؤول من وزير الاعلام، لو انت المسؤول من الاعلام، هنضرب دكتور حسن، قول لي 1 2 3 4 5 الحاجات اللي هتعملها بحيث انه يكون الإعلام داعم للتعليم والبحث العلمي في جائحة كورونا وغيرها. بس خطوات 1 2 3 on top of from the top of your head يعني. تفضل دكتور حسن. طيب هي مش خطوات، هي خلينا نسميها خطوة أو خطوتين بسيطات جدا. أول حاجة لازم يتغير المفهوم بتاع الإعلام التقليدي. يعني الموديل القديم لا يمكن أبدا أتعامل معه مع المعطيات أو المستجدات الحديثة. والجزئية دي مش ارتبطت بس بالإعلام، ارتبطت أيضا بالتعليم. يعني الانتقال الحصل للتعليم الإلكتروني بعض الناس اللي أخفقت فيه لأنه كانوا مصرين أنه يقدموا المحتوى التقليدي في الوسيلة التعليمية الجديدة اللي هي الإلكترونية. ففي خلط هنا كبير جدا. بقول أنا دائما زي مشكلة السايز، يعني سايز صغير عايز تعمله أو تنزله في شخص سايز كبير. فمن المهم جدا انه تتغير المفاهيم. اذا قدرنا نغير هذه المفاهيم، طبعا المفاهيم انا اتكلم ليس على مستوى المؤسسات الاعلاميه فقط، ولكن ايضا على مستوى الكليات الاعلاميه. فمن تغيير منهج، من مواكبه، من تطور، لانه الطالب اللي بيدرس نظريا ويجي يفاجئ بانه الواقع الاعلامي مختلف تماما، هنا بكون عنده كونفيوشن وبياخذ وقت كثير جدا عشان ما يعمل ادابتيشن للتعامل مع المؤسسات الاعلاميه. شكرا لك دكتور حسن. احمد يوسف، استاذ احمد يوسف، بخبرتك كلها انت اسم مسؤول من الاعلام، ادينا قرارات 1 2 3 عشان نعملها. انا هعمل قرار واحد وشعار، هعمل شعار العلم اسلوب حياه، العلم اسلوب حياه، وافرد 10% من الميزانيه بتاعتي للبحث العلمي. ممتاز، احسنت احسنت. طيب دكتور عباس. والله انا حابب لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني الجامعات، ما في جامعه في السودان دلوقت عندها ايميل خاص بها ولا بترد عليك ولا بترد عليك ولا بترد عليك في الايميل بتاعك. زي ما قال دكتور عباس قال every generalization is wrong including this one. حتى الجرائزيشن اللي قالوا هو تسات. ففي يعني عشان برضو ما نظلم زملائنا وزميلاتنا يعني الناس اللي تصدوا المسؤولية الإدارية في الجامعات والعمداء وكذا. في الكلشر العام فيه مشكلة، لكن في بعضهم يعني بيشتغلوا بالإيميل هذه. يا أنور تعرف إنه عشان تقدم بحث علمي لمجلة لازم إيميل رسمي. ايميل رسمي يكون الايميل نعم الايميل الرسمي يا برو. الايميل الرسمي عشان انا اولادي يدرسوا في جامعات سودانيه، ما في حد بيرد على الايميل.
لا احد يرد على الايميل برسله. نعم. يعني عايش في ثقافه مختلفه خالص، انا عارف الاشياء دي وانت عايش في ثقافه مختلفه. وانا يعني جنرال شنو يعني، ما هو لو غيروا بانفسكم بعدين. طيب القرار اللي حتاخده شنو يا دكتور؟ يعني نعمل شنو؟ يعني تحملنا مسؤوليتنا احنا كافراد. هي عمليه بتاع التغيير بتاع مفاهيم زي ما قال الدكتور. تغيير كامل، يعني تغيير تعبينيه مفاهيميه كامله. يعني انت عامل ويب سايت وعامل كل شيء وحاط الويب سايت ما بيتجدد، يعني نادرا ما يتجدد الويب سايت بتاعي. حتى اكبر الجامعات جامعه الخرطوم نادرا ما يتجدد الويب سايت. يعني احنا في الويب ماتريكس نمر كم احنا في العالم؟ صحيح ما بندخل في التصنيفات العالميه، ما داخلين في يس لانه واحده من المصادر الرئيسيه هي الويب سايت. يس هي مسؤوليه مشتركه. نعم يعني انا مسؤوليه تضامنيه. طيب ننتقل لبروف محمد الامين. بروف انت حاليا في يدك القلم، قول لنا هتعمل. انا موجود بالقلم، عندي قرار واحد ساتخذه، هو انه انا ساوقف تلفزيون السودان، يعني ساوقفه تماما وابحث عن طريقه اخرى حديثه للتواصل مع الشعب السوداني ومع الجمهور العام، لانه التلفزيون السودان لا يمكن اصلاحه لسبب بسيط، لا توجد الامكانيات اللازمه. لانه لكي نصلح تلفزيون السودان يصبح مثل التلفزيونات الحديثه نحتاج الى ميزانيه السودان كلها، وهذا شيء غير متوفر. الشيء الثاني، انا في رايي الان لم يعد الناس يشاهدوا التلفزيون الذي يوجد كجهاز تلفزيون. فبامكاني ان اوصل هذا المحتوى، لو لدي محتوى اعلامي اريد ان اوصله الى الناس لكي يشاهدوه من خلال تلفوناتهم الذكيه. فنستفيد من تجربه اليوتيوبرز، نستفيد من تجربه شبكات التواصل الاجتماعي لكي نبحث عن وسيلة جديدة. ولكن تلفزيون السودان لو أتينا بالإمكان، وكل الإعلاميين السودانيين لن يستطيعوا أن يجعلوا منه تلفزيون، وحتى ولو جعلوا منه تلفزيون حديث لم يعد الناس الآن يشاهدوا التلفزيون. وأنا أنصح أو أشجع زملائي الأساتذة لكي يدفعوا الطلبة لإجراء بحوث ميدانية لكي يعرفوا من الذي يجلس الآن لكي يشاهد التلفزيون عبر ساعات كما كان في السابق. التلفزيون الآن إذا كان هناك مادة تلفزيونية يمكن مشاهدتها، فالناس الآن تشاهدها من خلال أجهزة الموبايل. فلذلك هذا قرار، وطبعا بعده سأدعو تماما إلى إلغاء وزارة الإعلام لأنه ليس لها ضرورة تماما. يعني قرارات جريئة طبعا. تفضل دكتور حسن. عارفه طبعا بصراحه كده احنا بنحب الراديكاليه، لانه فعلا اي تغيير كبير حصل في الدنيا دي ما حصل بقرار كان ظريف ولا بوبولار والناس بتحبه. لكن لا كمان مش كده، هي مساله فرصه يا دكتور ايرمر. يعني مثلا فيما يخص التلفزيون او الاذاعه وكذا، لانه انا يعني شاهد عيان زي ما بيقولوا على الانتقال من مرحله خلينا نسميها التماثليه الى الرقمنه. كان قرار، وقرار كان شجاع من الشخص اللي كان مسؤول في الوقت ذاك، اللي هو كان أستاذ عود جادير تحديدا، يعني في مسألة الانتقال من التماثلية إلى الرقمية. الله يقصد الفرصة، اللي عنده القلم هو الذي يستطيع. يا دكتور عندي تجربة خاصة 2004 2005 بقدم، كنت مقترح على أساس إنه الناس استخدم الـ FTP فيما خص الإنتاج الإذاعي، وبالتالي الإرسال من أي مكان، ما في حد أصلا سمع الكلام. لم يطبق هذا الكلام اللي هو من 2004 إلا في 2010 لما مسكت أنا مدير للإدارة اللي مسؤول عن هذا الأمر. ففقط هي مسألة بتاعت فرص. يعني أنا متأكد أنه في، والدليل على ذلك أنه الآن عندك يعني شباب، عندنا نفس الآن باشمهندس ما شاء الله عوض عيد، واحد من الناس المشرفين، هو خريج مدرسة التلفزيون. يعني أقصد أنه الناس اللي لو حصلت فعلا الشخص المناسب في المكان المناسب، صدقني إن شاء الله هتحصل طفرة كبيرة جدا. لكن أتفق إمكانيات الأجهزة، ليست لديك الأجهزة. يعني الآن يوتيوبر بإمكانيات محدودة جدا يقدم صورة
اكثر جوده واكثر وضوحا وعلى مستوى الصوت كذلك من الصوره التلفزيون السوداني. بالضبط انا معك، لكن برضو اصير على انه مساله الشخص المناسب في المكان المناسب، لانه لما عملنا تجربه الانتقال من التماثيل الى الرقمنه ونفذنا مشروع الارشفه الرقميه بالنسبه للاذاعه، لما جينا نتكلم عن التلفزيون كنا مكبلين جدا، لانه زي ما قال عوض في ايديولوجيات احيانا بتحكمك، في بوليسيز احيانا بتحكمك، وبالتالي ما قدرنا ننفذ المشروع بسبب هذا الموضوع. لكن لو كنت انت شخص فعلا يعني مسؤول وفي نفس الوقت عندك القدرات الكافيه، يعني الشباب اللي ما شاء الله عليهم في كل انحاء العالم الان موجودين، they can do it، صدقني they can do it. لكن اتفق معك في ايجاد طرق اخرى، يعني مثلا اي بي تي في وغيرها الى اخره من الطرق الاخرى كاضافات، لكن اغلاق بالكامل شويه صعبه. نعم احنا اعتقد انه محتاجين نقاش اكثر وبحث اكثر، ودي حاجه كويسه بتخلينا ان شاء الله نستضيف الاساتذه ديل في جلسه لاحقه ان شاء الله ضمن سلسله، ويكون في عدد من الدورات بمساعده الباشمهندس عوض عيد. يا اخواننا كل الناس اللي كانوا موجودين متابعين الجلسه من داخل الزوم هنا ده او عبر مجموعه الباحثين السودانيين على الفيسبوك، نشكركم جزيلا على المتابعة، وندعوكم لجلسات بكرة وبعد بكرة ويوم الأربع والخميس والجمعة إن شاء الله في مواصلة سعينا لبناء قدرات وتثقيف وترويج البحث العلمي والباحثين السودانيين. نشكركم جزيلا إن شاء الله، لحد ما نلاقيكم في لقاء ثاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.